يا صباح الخير يا اللي معانا ويا اللي مش معانا بقى لما يصحوا صباح الفل وبدايه الاسبوع وعشاء الصبح في الاهلي. النهارده معانا ملفات كتير جدا مهمه اكيد خاصه بالنادي الاهلي والرياضات المحليه والعالميه، ومعانا الصحافه، معانا ضيوف اكيد برده مختلفين ومتجددين، وفي نفس الوقت برده هيكون معانا النهارده ملف الصحه بس ملف مختلف الى حد كبير. صباح الفل يا كيمو. صباح الفل عليك يا نهواندي، صباح الفل على مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقتنا النهارده حلقه بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما حضراتكم اكيد متابعين معانا وعارفين ومتعودين مننا اكيد مش هنسيب لا كبيره ولا صغيره تتعلق بالنادي الاهلي غير لما نتكلم عنها مع حضراتكم، سواء في حلقتنا النهارده او بشكل عام في حلقات هذا البرنامج. النهارده ان شاء الله فقراتنا الحواريه هتكون عندنا كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا فيها كابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق عشان نتكلم معاه وباستفاضه عن اللي فات وعن رؤيته وتطلعاته للي جاي ان شاء الله، دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هتكون معانا فيها دكتوره دينا ابو السعود، وهنفتح معاها ملف طبي وصحي يهم كتير جدا من حضراتكم. شوف بقى انا اللي يهمني انا كمان كنهواند شخصيا الحمد لله ان احنا يوم الاربعاء لو انت فاكر والاربعاء اللي قبليه لما كنا برضو بنتكلم قبل ماتش السوبر وقلنا يا رب نيجي يوم الاحد نقول صباح النصر بعد ماتش السوبر اللي كان يوم الجمعه وقد كانت، وجينا يوم الاربعاء اللي فات قلنا يا رب نيجي يوم الاحد نقول صباح النصر وتوقعنا انا قلت 3-1 كانوا 4 زياده الخير زي ما بيتقال خيرين الحمد لله طبعا. انت قلت 2 تقريبا حاجه زي كده، انا فاكره انت قلت 2-0 او 2-1. انت بتتكلم على يوم الاربعاء اللي فات على طول مش ده لا احنا عملنا التوقعات بتاعت الداخليه لا والداخليه برضو ما كنتش موجود انت ما كنتش موجود الاربعاء، بس احنا كنا بنتكلم على الماتش طول الاسبوع ده تقريبا انا حسب ما فاكره كنت متوقع 2-1 تقريبا. على كل حال يعني صباح النصر والحمد لله ان احنا دلوقتي نقدر نقول بدايه مش بس كانت موفقه، لا الحمد لله بدايه افريقيه، بدايه محليه، حتى الاداء مش بس فيه بنتكلم فيه السكور يا كريم، بنتكلم في اداء كمان اكثر من رائعين الحمد لله حتى هذه اللحظه. زي ما بتقال لو هنتكلم كده المكاسب، لا المكاسب كتيره جدا. خليني ابدا مع حضراتكم باول مكسب وهو بصراحه كولر، يعني مارسيل كولر لو احنا هنتكلم لا ده المكسب الاساسي، لكن تاني هنرجع نقول صباح النصر وفي هديه كده كمان ممكن ان احنا نكون طلعنا بيها لو احنا هنتكلم بقى. وفكره هنا برضو كريم فؤاد، انا عايزه اتكلم عن كريم فؤاد شويه لان هذا اللاعب قد ايه هو بجد، يعني عارف انت لما حد كده انا بحب الناس اللي هي ايه بتيجي تفرض نفسها، يعني انا دلوقتي لما باخد فرصه وبعد كده باجي افرض نفسي يا كريم الموضوع بيختلف بشكل كبير جدا طبعا. فعلا احنا خلينا نقول كده ونبدا الموضوع من اوله. مستر كولر بجد بمجرد ان هو كمان لما حس يا كريم الاسبوع اللي فات بتحسن الحاله الصحيه بتاعته، احنا قلنا طبعا لو كان اصيب بحاله برد او بدور برد شديد قرر ان هو يسافر السويس لاداره المباراه، كنا برده مقلقين هيروح ولا لا، بس هو كان قرر ان هو يسافر وشفنا اداره بجد رائعه جدا لهذا اللقاء في ظل كمان عدد كبير جدا زي ما قلنا من الغيابات بسبب الاصابات اللي كانت موجوده عندنا واللي لسه الى حد ما شويه بس في طريقها للتعافي. كنا كمان بنقول عايزين الجانب يعني التهديفي يزيد، ما نكتفيش احنا فكره هنا بهدف وخلاص، خاصه انت بتتكلم ان انت خلاص عندك اقوى خط دفاع، وقلنا واتكلمنا في تفاصيل ده كتير جدا. كمان شفنا بصراحه لا شفنا في المباراة كل ده يمكن على الأرض تحديدا في ماتش الداخلية احنا سجلنا فيها بدل الهدف 4 طب. يعني الواحد كمان كان سقف توقعاته قلنا ماكسيموم كان 3، لا انت عديت سقف التوقعات فدي نقطة مهمة جدا، غير الهدف كمان الخامس اللي هنتكلم بقى اللي كان مفروض يعني هيكون هاتريك لكريم فؤاد، لكن كان هي على كل حال كريم فؤاد فعلا فعلا لو انا هتكلم عن هذا اللاعب تحديدا يا كريم انا بشوف ان هو هدية كولر لجماهير النادي الأهلي. ده من جانب كولر، لكن على الجانب الآخر كريم فؤاد فعلا من اللاعبين اللي هرجع اقول تاني قدر ان هو يفرض نفسه بنفسه بادائه بلعبه بتميزه في الملعب، فعلا لاعب قدامه كتير قوي يمكن هيصنع تاريخ او ارقام جديده مع النادي الاهلي، انا متوقع له نجاح كبير جدا وكان لازم ان احنا نبدا يا كريم نتكلم عليه. الحاجه الحلوه بتفرض نفسها واللعيب المميز بيفرض نفسه سواء منضم حديثا سواء بقاله فتره، فكره انه اللاعب يكون عنده شخصيه بيعرف ازاي يقف على كورته كويس وبيعرف ازاي يعمل عليها كنترول توزيعه للكوره، يعني في مواصفات كتير قوي ان وجدت في اي لاعب فده بيطمن جماهير الفريق اللي اللاعب ده بينتمي ليه. واعتقد جزء كبير جدا من هذا الكلام ينطبق وبحذافيره عن كريم فؤاد، لاعب واعد جدا 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 ورانا مجموعه من الامارات مش مجرد اماره واحده او اتنين على كونه لاعب مختلف ومتميز. بمناسبه كلامنا عن كريم فؤاد
عايزين نقول لحضراتكم انه تم التعاقد معاه السنه اللي فاتت لتدعيم مركز الباك اليمين. اللي حصل معاه كالاتي: موسيماني ما كانش بيعتمد عليه الى حد كبير جدا الحقيقه، وتقريبا لعب 3 مباريات فقط في عهد بيتسو موسيماني. بعد رحيل موسيماني كابتن سامي قمصان دفع بيه، ومن بعده سواريش لما تم اتخاذ قرار بالدفع بالناشئين والبدلاء. الامر اختلف الحقيقه 180 درجه لما جه كولر وابتدى يوظفه في مركز الوينج. هنا بقى بيبان الفرق بين الكوتش المتميز صاحب النظره الثاقبه وصاحب الرؤيه والقدره على انه يشوف ايه المميزات اللي موجوده في كل لاعب. ده اللي بيفرق ما بين مدرب متميز ومدرب عادي، كوتش بحقه حقيقي يعني، او مدرب من الصنف التقليدي اللي فيه منه كتير، لانه بيقدر يكشف ويكتشف كل امكانيات كل لاعب على حده من اللعيبه اللي عنده، ويوظفهم في ارضيه الملعب بالشكل الامثل، ويخليهم كلهم بتفاصيلهم الفنيه ومهاراتهم المختلفه يخدموا على الخطه اللي هو بيحطها للعيب. وادينا شايفين اهو كريم فؤاد في نهايه المطاف، او بعباره ادق في بدايه المشوار، اصبح هو هداف الفريق لحتى هذه اللحظه. ده غير طبعا صناعته للاهداف المتعدده، يعني لو بنتكلم بلغه الارقام هنلاقي ان كريم شارك في 4 مباريات في هذا الموسم، سجل 3 اهداف وصنع زيهم، حاجة محترمة جدا. احنا استعرضنا كده فيديو جراف عن كريم فؤاد، ولو جيت بصيت للأرقام شوية، أرقام كريم فؤاد يمكن هي اللي خلت بعض الناس تستغرب فكرة هنا هو ليه ما انضمش لمعسكر المنتخب يا كريم. يعني دي كانت نقطة ناس عن يعني عادي بتتساءل، مش عايز تكون تعترض، حاجة بتحصل مش فاهم هي حصلت ليه فبتتساءل، موضوع طبيعي جدا. فناس كانت عايز تفهم هو ليه كريم فؤاد مع هذا التألق وهذه الأرقام ما راحش مع المنتخب المعسكر ليه؟ على كل حال اللي اتقال او فيتوريا لو هنتكلم تحديدا قال ان هو عنده وجهه نظر مختلفه، هو قال ان هو معجب جدا باداء كريم فؤاد، وكان يعني كان معاهم كده كده في المعسكر اللي فات، وهو عايز يشوف عناصر جديده. ده اللي فيتوريا يعني صرح بيه. من حق فيتوريا ان هو يتكلم بهذه وجهه النظر او بهذا المنطق، من حقه لان هو مدير الفني واكيد هو ليه وجهه نظر او رؤيه معينه، احنا مش لازم نكون بنتفق فيها او بنختلف، بس لازم نؤمن ان هو بيتخذ القرارات السليمه فور ذا رايت تايم، او يعني في الوقت اللي احنا فيه ده حاليا. بعد كده بقى بنبتدي لو الناس عايزه تحاسب القرارات دي صح ولا غلط بتحاسب بعد كده، والحساب ده بيكون بناء على الاداء بناء على النتيجه في الاول وفي الاخر. على كل حال من وجهة نظري أنا أعتقد أن كريم هيكون في المعسكرات بإذن الله اللي جاية، نتوقع يعني ده وبشكل أكيد أساسي. وخليني أقول لحضراتكم برضو الجهاز الفني الأهلي منح مفروض اللاعبين الدوليين راحة خلاص سلبية من التدريبات لغاية بقى المعسكر بتاع المنتخب اللي هيبدأ إن شاء الله بكرة، هم طبعا تحديدا كده الشناوي وأكرم توفيق ومحمود متولي وعبد القادر وطاهر وأفشة وشريف وحمدي فتحي. فبالتوفيق في الفترة اللي جاية، فترة صعبة، فترة مضغوطة، فترة تقيلة، لكن إن شاء الله الأخير احنا دايما متفائلين بالذات الموسم ده يعني اللي هنتكلم. يا سلام بقى، انا اود لما نرجع نشوف المنتخب بتاعنا بالشكل اللي احنا تعودنا نشوف عليه منتخب مصر. ده من كذا سنه بقى بعيده يا كريم، ما هياش حاجه قريبه يعني برضه. هو من قله اللعيبه، ما احنا عندنا عناصر زي الفل. انت عماله تتكلمي هو على عنصر واحد من العناصر اللي اثار يعني شيء من الجدل، فكره انه ما انضمش للمنتخب ولا معاكي طبعا اكيد المدير الفني هو المسؤول عن قراراته، لكن احنا في الاخر هنقول ايه؟ العبره بالخواتيم، الخواتيم عندنا اللي هي اللي احنا هنشوفه في نهايه المطاف، ايا كانت العناصر اللي هيتم اختيارها. بطبيعه الحال المفروض ان اي لعيب قادم من اي نادي ايا كان عشان ينضم ويلبس تيشيرت المنتخب الوطني المنتخب المصري اكيد هو على قدر كافي من تحمل المسؤوليه. فاحنا عايزين نشوف بقى ترجمه عمليه للكلام ده كله في صوره لعب حلو وماتشات حلوه، نرجع نفخر تاني واحنا بنتابع اي ماتش لمنتخبنا القومي. بالمناسبه يعني بالنسبه بقى لبقيه اللعيبه، كولر هيمنحهم بالمناسبه اجازه ان شاء الله في الفتره من 9 وحتى 13 نوفمبر، هيخوضوا مباراه وديه واحده خلال فتره التوقف، لسه لم يتم تحديد موعدها، لكن الفريق استأنف تدريباته بالامس بعد ما حصلوا على راحه لمده 24 ساعه بعد ماتش الداخليه. وزي ما قلنا التدريبات هتستمر لحد يوم 9، واللعيبه ان شاء الله هتاخد راحه 4 ايام ثم تعود مره اخرى لتواصل التدريبات. بص على كل حال هو يعني احنا كلامنا الفتره اللي جايه هيبقى كتير جدا عن المونديال، يعني قول طبعا المنتخبات العربيه المشاركه السعوديه وقطر وتونس والمغرب طبعا، وهنفصص كده زي ما بيتقال، ويعني اكيد كل التشجيع ليهم 4 منتخبات العربيه لازم كلنا ندعمهم. وفي نفس الوقت طبعا انت عارف المونديال هيبقى يوم 20 تحديدا لغايه يوم 19 ديسمبر، ففي فتره حلوه، في فتره يعني زي ما بيتقال كده احنا بالنسبه لنا راحه للاسف الشديد. وطبعا هو للأسف يعني الواحد مش هيطلع يقول غير للأسف، كناش نتمنى ان احنا ما نكونش بنشارك، لكن ده هو الوضع
حاليا. في نفس الوقت انت على الصعيد الثاني لو هنبص شويه الجانب ايجابي يا كريم، انت عندك منظومه دلوقتي بتسعى جاهده ان هي تطور من هذه المنظومه، منظومه كره القدم المصريه، شفنا ده في قرارات كثيره جدا، يعني فكره ان انت تعتمد على بعض برضو العناصر الاجنبيه تستقطبها من الخارج ان هي تيجي تطور لك ملفات مختلفه في كره القدم، منها مثلا ملف التحكيم زي مثلا كلايتنبرج. الدنيا شغاله. هو في الاول وفي الاخر انا لو عارف ان انا عندي مشكله وما باخدش اي اجراءات علشان ابتدي ان انا احلها او اطور من ادائي، يبقى انا كده في ازمه اخرى، يبقى انا كده محلك سر. كويس ان احنا عارفين ان احنا مش ده المستوى ابدا اللي يليق اكيد بمصر، مش ده المستوى اللي يرضي جماهير مصر، لكن في الاول وفي الاخر انا شخص بحاول اعمل، بحاول اطور من هذه المنظومه، وده الاساس اللي احنا بنشتغل عليه من دلوقتي. فنتمنى لو احنا ملناش حظ في هذا المونديال، يعني المونديال القادم، ان احنا نكون بنشارك ومش بنمثل تمثيل، او يعني يكون تمثيل مشرف. يعني لا، نعدي بقى ده شويه لان نستحق. يعني برضو لو رجعت بصيت انت عندك محترفين دوليين مكسرين الدنيا مع الفرق بتاعتهم، انت عندك فرق هنا برضو مختلفه تقدر تطلع منها منتخب تقيل ماديا. اعتقد ما اصبحش عندنا مشكله احنا نقدر دلوقتي نستقطب اي مدير فني يعني بالسالري او بالمرتب، يعني امور كتيره جدا هنتكلم فيها اكيد على مدار الفتره اللي جايه، لكن احنا متفائلين الفتره الجايه باذن الله تكون فتره مختلفه تحديدا اللي هنتكلم مع منتخب مصر. خلينا على كل حال بقى نقفل هذا الملف ونروح لملف جديد وملف ايضا مهم جدا، نتكلم هنا عن كل جديد في تطوير منشآت وملاعب النادي الأهلي. طبعا مؤخرا تحديدا لو هنتكلم شاهد النادي الأهلي بالجزيرة افتتاح مجمع ملاعب التنس الأرضي بعد ما خضع بقى لعملية تطوير. عايز أقول لحضراتكم اللي راح شاف يعني بنفسه، واللي ما راحش شاف هنوري حضراتكم هو على الشاشة، لا عملية تطوير شاملة عشان يصبح هنا بقى من إيه؟ من أفضل مستوى، يعني من حيث الجاهزية لخدمة طبعا فرق النادي أعضاء الجمعية العمومية، وإن أنت كمان ترتقي بشكل كبير يا كريم يليق بجماهيره وبأعضاء وبالنادي أصلا، يعني من ناحية الشكل، من ناحية التطوير. لكن فكرة برضو الشكل القديم مش عارفة حضراتكم كله شاف ولا لأ، بس كان فعلا محتاج تطوير. على كل حال حضر طبعا يعني الافتتاح أعضاء من مجلس الإدارة، حضر كمان رواد التنس بالنادي والأجهزة الفنية. وعايز أقول لحضراتكم أن مجمع التنس الأرضي ده تم تطويره بشكل كامل من البنية التحتية والممرات ومنطقة جلوس الأعضاء، ويعني بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة 8 ملاعب كمان تم خلالها تغيير الأرضيات والشبكات وتخطيطها كده زي ما بتقال وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية. يعني أنت مش بتستخسر وانت بتطور، لا أنت بتطور وفقا ليه يعني نماذج عالميه هنا، حاجه اعتقد محترمه. طبعا ده ضمن ضوء زي ما بيتقال كده جهود مجلس اداره النادي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب لتطوير منشات ومرافق النادي المختلفه، سواء في مقر الجزيره، في مدينه نصر، في فرع الشيخ زايد. طبعا بالاضافه بقى للحدث الاكبر اللي احنا بنتكلم عنه، تجهيزات اللي حاليا بتجرى في فرع التجمع الخامس، عشان الافتتاح كمان هيكون خلال اسابيع قليله جدا. ف يمكن كابتن محمود انا مش ناسيه كلامه وقت كريم برضو لما كان المؤتمر بتاع الترشح الاخير، يعني فهو قال لك انا مش فكره ان انا طورت جزء فانا خلاص، لا قال لك التطوير مستمر ولازم في الاول وفي الاخر الصوره تكون فعلا الصوره اللي تليق باعضاء النادي الاهلي. فالموضوع مش كلام بس، الموضوع على الارض بنشوفه كل تقريبا اسبوع او كل شهر خلينا حتى نقول في تطوير منشاه مختلفه رياضيه داخل النادي، فشيء محترم. من ضمن الحاجات الحلوه في النادي الاهلي الحقيقه فكره ان على طول ما نستناش لما يكون في شكوى، لما يكون في امر ما سلبي لافت للانظار على طول تتشكل لجان وناس بيتم تكليفهم بحل المشكله ايا كانت نوعها ايه وايا كان حجمها وايا كانت تكلفتها. في الاخر رضا كل اعضاء النادي الاهلي هي الغايه اللي كل المسؤولين وكل القائمين على النادي بيسعوا لها دايما الحقيقه، ومش مجرد كلام. احنا تاني زي ما هوند بتقول احنا تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي علينا غير ما بنستعرض مع حضراتكم حدث ما في هذا الاطار اللي بنتكلم عليه، طبعا حاجه محترمه جدا. تعالوا بقى نروح لكاس العالم، والحقيقه في كل نسخه من نسخ كاس العالم زي ما الفرق واللعيبه والنجوم سواء في التدريب او اللاعبين بيكونوا محطه انظار وسائل الاعلام المختلفه، في بعض الاحيان كما هو الحال في الواقع اللي هحكي لحضراتكم عليها دلوقتي ساعات بيكون واحد من الجماهير هو اللي محطه انظار العالم. عايزين نحكي لكم على حكايه من حكايات مشجعي كاس العالم في قطر 2022، الرحاله السعودي عبد الله السلمي اللي قرر انه يمشي لمده 55 يوم من بلده في مدينه جده لحد مدينة الدوحة سيرا على الأقدام لمسافة تزيد عن
1600 كيلو متر، وده لتشجيع منتخب بلده في المونديال. وطبعا هو اكيد بطبيعه الحال اتكلم عن تفاصيل رحلته دي، وقال انه عايزها تكون حافز لمد جذور التعاون وبناء العلاقات بين الناس وبعضيها، وكمان تبديد الافكار الخاطئه عن العالم العربي. يعني حب انه يبعت رساله يلفت من خلالها انظار العالم كله للي العرب قادرين على تنفيذه، وكمان على فكر العرب بشكل عام. طبعا اول ما وصل الدوحه بالسلامه التقط الصور التذكاريه تحت ساريه العلم السعودي، والكلام ده كان تحت ساعه العد التنازلي لانطلاق المونديال. اتكلم كمان عن انه اعتاد ممارسه رياضه المشي لمسافات طويله اثناء دراسته الجامعيه، وحب انه يشق طريقه عبر الصحراء لحضور منافسات كاس العالم، ويشارك من خلال هذا الامر شغفه بهوايته المفضله اللي هي السير على الاقدام او المشي، وكمان شغفه بكرة القدم. حب أن يشارك هذا الشغف مع ملايين المشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم. وبالمناسبة عايزين نفكر حضراتكم أن المنافسات كأس العالم إن شاء الله هتنطلق في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 من ديسمبر، ومن المتوقع طبعا أن تشهد حضور جماهيري ضخم جدا بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات المقرر إقامتها على 8 استادات مختلفة. طب انا عندي كام تعليق اقوله ولا ايه؟ يا سلام يلا بينا. يعني طبعا مبدئيا هاخد من كلامك الاخير الشق الخاص بالمونديال، نتمنى ان احنا نسافر اكيد نحضر على الاقل الماتشات، يعني الماتش الافتتاح ده هيبقى حاجه محترمه جدا طبعا، يعني وقطر طبعا هتكون مشاركه في ماتش الافتتاح. لكن في الاول وفي الاخر الموضوع بتهيألي مش هيبقى سهل قوي، التيكتس زي ما انت بتقول يعني ما انا مش عارفه هي طبعا لا الافتتاح ده فرشور، يعني ده فرشور، بس نتمنى على الاقل نكون موجودين في اي ماتش او مباراه بيلعب فيها اي منتخب من المنتخبات العربية. أنا شخصيا عايزة أعمل ده، دي نقطة. النقطة الثانية، أنت عارف طبعا الموضوع المونديال ده كان بيتلعب شهر 6، لكن هو أجل لشهر 11 تحديدا، لأن قطر طبعا درجة الحرارة فيها شهر 6 أكيد كان صعب جدا أن يقام المونديال في نفس التوقيت المعتاد. يعني الحاجة الثالثة بقى اللي أنا عايزة أعلق عليها، عايزة أعلق على موضوع ال 55 يوم كرحالة. يعني بص هقول لك على حاجة، هي حاجة حلوة منه ان هو بيشجع منتخب بلده، بس انا مش فاهمة المغزى. يعني انا لو مشيت مثلا 55 يوم ايه الرسالة برضو اللي انا وصلتها؟ بصي يعني لو انت يعني فاهم اشرحها لي. انا فاهم انت عايزه تقولي ايه. ساعات بيبقى في ناس بيبقوا عايزين يبعتوا رساله معينه، وطريقتهم في ارسال هذه الرساله ساعات بيبقى غريب لدرجه انت زي ما بتعملي كده بتتسائلي طب هو ايه المغزى. هو قد يكون جزء من ده انه بيعمل حاجه مختلفه قوي مش معتاده قوي، تلفت انظار ناس كتير فيبتدوا يبصوا له فيقول لهم اللي هو عايزه، وبالتالي يقدر يبعت الرساله. ممكن ناس تتفق ناس تختلف. خلي بالك مفيش بطوله كبيره غير لما على الاقل كل كام سنه تلاقي حد عمل حاجه غريبه وملفته قوي للانظار. مره واحد يسافر من بلد لبلد تانية خالص، الكلام ده حصل في روسيا ساعه لما كان في كاس العالم في روسيا في سنه من السنين. ايه اللي حصل؟ قريب في حد برضه سافر من احدى دول المنطقه دي من العالم، بس كان على دراجه، وبرضه كان وسائل الاعلام ماشيه معاه خطوه بخطوه، وكان عنده رساله سلام. بص هقول لك على حاجه، يعني طبعا حاجه جميله وحاجه محترمه، وفكره ان هو يرفع علم بلده اكيد دي حاجه يعني زي ما بيتقال كده في الاول وفي الاخر لفت نظر حلو وبيدل على حبه طبعا لبلده كل حاجه. وتاني هنرجع نقول بالتوفيق لاربع منتخبات عربيه المشاركه، دي حاجه كلنا بنتمنى كده كعرب اكيد ان يعني مش هنقول يفوز، بس اكيد يعني نتمنى ان هم يصعدوا على الاقل. الحاجه الثانيه بس اللي انا عايزه اقولها برضو يا كريم، العبره بالملعب، يعني في الاول وفي الاخر العبره بالملعب، العبره بالاداء، العبره بالسكور، فهو ده اللي احنا نتمنى. يعني مش فكره بس حتى سواء انت بتقول حصل قبل كده مع حد روسي السعوديه اكس واي زد مش مشكله، بس احنا نتمنى ان في يوم من الايام بجد كمنتخبات عربيه هنا انا هتكلم وانا هبقى حريصه ان انا معلش الحته دي بقى الواحد عنده ولاء شويه، نتمنى ان احنا منتخب من الوطن العربي فعلا يساعدنا في سنه من السنين اللي بتقام فيها المونديال يعني ويا سلام لو كان المنتخب ده منتخبنا. ايه؟ بقول لك ويا سلام لو كان المنتخب ده منتخبنا. والله يعني على فكره يا كريم هو مش حلم صعب، يعني في احلام تبقى مستحيله، في احلام صعبه، وفي احلام ممكنه. انا بشوف وده مش عشان احنا مصريين بس، احنا نقدر. تاني انت مع احترامي الشديد لكل المنتخبات العربيه المشاركه مثلا، انت برضو عندك اقوى العناصر الموجوده كمنتخبات عربيه في المنتخب بتاعك. يعني فانا مش عارفه برضو ليه احنا مش معديين الحته دي. على كل حال خلينا نعديها دلوقتي بس يعني بس هنتكلم الفتره اللي جايه بشكل يعني مستفيض جدا وبشكل فيه تفاصيل عن طبعا المونديال ومنتخب مصر وغيره.
طيب دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه معانا. يا دوك صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك والاخوات الكريم. اهلا بيكم يا فندم. اهلا بيك. مبروك طبعا للاهلي في البدايه، وحضرتك كنت معايا يوم الاربعاء وكنا مستبشرين خير والحمد لله قد كانت. خلينا نطمن بقى من حضرتك على درجات الحراره، احنا دايما بنحب اول الاسبوع ونهايه الاسبوع نطمن من حضرتك كده الوضع النهارده والايام اللي جايه هتكون ازاي. اتفضل يا دكتور. يعني الحمد لله احنا كنا دايما مستشارين استقرار شويه في الاحوال الجويه والاجواء الخريفيه اللي هي تعتبر افضل اجواء في جمهوريه مصر العربيه على مدار العام. لو الطقس اللي بنشوفه في فصل الخريف درجة الحرارة فيه معظم أيام حول المعدلات الطبيعية، ورغم أن هناك في فارق محسوس وملحوظ بين ساعات النهار وساعات الليل المتأخرة، اللي بيخرج الصبح بدري أو بيرجع بالليل متأخر يحس بنفمات من البرودة في حالة الجو. فدي أهم نصيحة للفترة اللي جاية بقدر الإمكان تغيير نوعية الملابس النهار عن الليل، يعني ما فيش مانع إن احنا ناخد جاكيت معانا بالليل واحنا راجعين متاخر نلبسه، او احنا خارجين الصبح بدري خصوصا ابنائنا مدارس والجامعات طبعا بيخرجوا بدري قوي، او الموظفين طبعا بيخرجوا بدري بدري جامد. طب واحنا في الظهر بقى؟ لا الظهر الجو حلو، الشمس حلوه والاجواء مستقره بشكل كبير، درجه حراره من 26 ل 27، يعني جو ممتع جدا خلال على الاقل 72 ساعه اللي جايه. السبوره فرصتها مش كبيره، فرصها بالسبوره خفيفه مش هتاثر على الطريق ان شاء الله، سواء طرق ساحليه او طرق محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد. لكن طبعا يعني هنبدا نخش فرص سقوط امطار تاني خصوصا طبعا على الحمه الشماليه، ده تبدا من بكره امطار كده خفيفه ممكن تكون متوسطه في بعض المناطق من الحمه الشماليه، وخاصة طبعا اسكندرية محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ. هتبقى الفرص دي موجودة معانا يوم الاثنين والثلاثة إن شاء الله، أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا. أوكي، يعني في العموم الأسبوع ده يا دكتور محمود أسبوع مستقر، ما فيهوش أي مشاكل، ما فيهوش أي تقلبات، ما فيهوش أي خدع، عشان بس الناس تطمن. دنيا مستقرة الأسبوع ده. لحد كبير. رائع جدا، نشكرك على هذه التغطيه، شكرا ليك جدا دكتور محمود شاهين. كويس الحقيقه الجو نموذجي، يعني هو لغايه دلوقتي لا حر برضه، بس احنا كنا فين؟ لا مش عاجبني والله حر، يعني انت لو على فكره انت لو خرجت بعد احنا بنخلص 12 لما واحنا مروحين الشمس لا تطاق، يعني صح ولا غلط؟ لا غلط. ليه بقى؟ ليه بقى؟ أقولك ليه؟ لان انت مرجعيتك الصيف، هل شمس الساعه 12 النهارده زي شمس الساعه 12 من شهرين ثلاثة فاتوا؟ احنا كنا بنسيح بالمعنى مش عارفة، انا حرانة اصلا دلوقتي. هنشوف الموضوع ده والله، خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. طيب برحب بيكم اكيد انا وكريم مرة كمان، ودلوقتي نروح نقرا الصحافة بس عبر السكايب مع الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي، ونتابع كمان طبعا اهم الاخبار واخر الاخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة. يا استاذ محمد بونجور، صباح الخير. صباح الخير عليك يا نهان، صباح الخير على كريم، صباح الخير على قناة الاتحاد والنادي الاهلي. اهلا بحضرتك، وخلينا كده نخش بقى في المانشيتات على طول زي ما بيتقال، ونبدا بيلا كوره. يلا كوره تحديدا العنوان او المانشيت كالاتي: طائر اخترعه كولر كريم فؤاد من التهميش مع موسيماني لهداف الاهلي في 131 دقيقه. سؤالي اكيد هيكون كالتالي: فكره هنا اداء كريم فؤاد استاذ محمد بتقيمه ازاي؟ وفي نفس الوقت فكره هنا برضو اعطائه الفرصه من فكره التهميش ايام موسيماني، يمكن زي ما كنا بنقول لو كريم لعب ثلاث مباريات تقريبا فقط او شارك يعني في ثلاث مباريات، لكن لما اخذ فرصه قدر ان هو يستغل هذه الفرصه وقدر ان هو يبرز يعني موهبته بشكل كبير جدا على الارض. خليني ابدا معاك من هذه النقطه استاذ محمد، اتفضل. كريم فؤاد يعني كولر قدر ان هو يعني يبرز لاعب مهم جدا في الفرق في الفتره الاخيره، لاعب بتحتاجيه بيأدي وبيكون ليه فعاليه على المرمى، شفنا النقطه دي في اكتر من ماتش. ممكن كولر بدا النقطه دي مع كريم فؤاد، لكن كانت البدايه لكريم في نهايه السيزون اللي فات مع سواريش، وقرار كان الاداره بتدافع باللاعيبه الناشئين او اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك، وهنا كان بدايه نقطه كريم فؤاد ان هو يبتدي يشارك ويبتدي ان هو يكون ليه دور مع الفريق.
بدايه كريم فؤاد مع كولر خصوصا في دوري ابطال افريقيا ماتش اتحاد المنستير ما كانش موجود سواء في ماتش الذهاب او العوده، لكن فوجئنا بيه بماتش الاسماعيلي وتبديل ونزوله قدر ان هو من كره يعني شبه مستحيله يصنع جول لشادي حسين ويتسبب في صحيح. وكمان في 8 دقائق في ماتش الزمالك يقدر يسجل، وبدايته الحقيقيه في ماتش الداخليه ان هو بيلعب اساسي والفعاليه اللي على المرمى سواء بتسجيله جونين وحتى الجون اللي ما تتلغى وحتى الكره بتاعت الجون الثاني لحمدي فتحي والتسديده، فيدل ان في شغل مع بيتعامل مع كريم فؤاد وتغيير مركزه، ده بيثبت ان كولر بيتابع اللعيبه، وهو حتى قال ان انا لسه كمان بتابع الفريق اكتر ولسه يعني بنتمنى ان احنا في الفتره دي مهمه جدا، ان احنا بالنسبه لنا الفتره دي مهمه ان هو بيشوف الفرقه اكتر وبيقيم الفتره اللي فاتت والوضع الفتره اللي جايه. كويس. طيب مع كل اللي احنا قلناه ده مفيش خبر ان كريم فؤاد هينضم للمنتخب او للمعسكر يعني القادم، فبرضه ده بتشوفه ازاي؟ مفاجأة كانت كبيرة جدا لمعظم الجماهير او يعني هقول بالاخص جمهور النادي الاهلي، يعتبر ان كريم فؤاد من اللعيبة اللي ظهرت بصورة يعني مفاجأة من ناحية الأداء ومن ناحية المستوى ومن ناحية حتى التهديفية، باعتبار ان هو لاعب اصلا مش لاعب هجومي، لكن روي فيتوريا بالرغم ان هو كان ضم كريم فؤاد في المعسكر الاولاني قال ان هو بيحاول يشوف لعيبة جديدة. بنشوف ان النقطه استبعاد كريم فؤاد ضايق كتير وزعل ناس كتير، لكن بالنسبه لي انا بعتبرها ان هي ممكن تكون نقطه حافز دي، وان هو يدل يعني يثبت تالقه في الفتره الاخيره بماتشات في الفتره اللي جايه، بمعنى اصح ان هو بيرد في الملعب. انا هتفق معاك في النقطه دي، احنا انا وكريم كنا لسه بنتكلم فيها، الرد ده دايما بيبقى على الارض، يعني دايما اللي بيشكك في قدرتك او اللي عنده مشكله انت ما بتردش بالكلام، الرد بيبقى على الارض. لكن برضو هي غريبه بصراحه، يعني الواحد ما بيصدق يلاقي عنصر حلو في اي نادي، بالمناسبه لاش علاقه خالص بالنادي الاهلي، ما نصدق نلاقي عنصر حلو كده ظهر ابتدى يبدع، احنا بنبقى عايزينه مع المنتخب، فكون ان هو ما بنلاقيهوش بنلاقي مثلا بديل تاني مع كامل احترامنا طبعا للاختيار الاخر، لكن الواحد بيبقى مش فاهم، فعشان كده احنا بنحاول نلاقي اجابه. لكن طبعا انا هتفق معاك استاذ محمد اكيد في فكره ان كانت شويه صدمه لينا او صدمه للبعض مننا يعني على كل حال. وبعدين الواحد ما بيبقاش عارف يا استاذ محمد هل اللي حصل ده يعني هيشكل حافز عند كريم فؤاد ولا بالعكس ولا في شيء من الاحباط؟ يعني اللي احنا شفناه مع كريم، يعني احنا بنتكلم ان فتره موسيماني يعتبر ما كانش بيشارك، ما بداش المشاركه غير في نهايه السيزون، اي لاعب تاني كان ممكن يطلب ان هو يمشي يخرج اعاره يمشي نهائي، لكن لاعب كان متمسك بموقفه ويعني شايف ان هو هيقدر ان هو يؤدي ويثبت موهبته، وفعلا احنا بنشوف فعلا من لغه الارقام ومن لغه يعني المشاهده في المباريات الاخيره، لا لاعب احنا يعني ان شاء الله بنتمنى ان هو يكون لاعب من اللعيبه الاساسيه. على فكره الكلام اللي كانت نواد بتتكلم فيه فعلا كلام مظبوط مليون في الميه، بالمناسبه لو كان كريم فؤاد بيلعب في اي فريق تاني غير النادي الاهلي كنا برضو هنستغرب، لان احنا بنتكلم على عنصر مميز، اكيد كلنا كمصريين يهمنا ان احنا نستفيد من قدرات وامكانيات اي لاعب مميز ايا كان جاي من اي نادي. على كل الاحوال خلينا نروح بقى مع حضرتك لملف تاني، وتحديدا المنشط الرئيسي في البوابه نيوز بيقول كاس العالم 2022 تحديد موعد حفل افتتاح المونديال، وطبعا حتى برضو فرصه نعرف المشاهدين ان ان شاء الله الافتتاح ده هيكون قبل اللقاء، اول لقاء خالص ضربه البدايه في هذا المونديال يوم الاحد 20 من نوفمبر الجاري قبل مباراه منتخب قطر مع الاكوادور بساعتين، سيكون هناك حفل افتتاح ضخم جدا. انا عايز اسالك على توقعاتك مش بس حفل الافتتاح، ده قدره وحسن تنظيم قطر لفعاليات هذه البطوله الاكبر على الاطلاق كاس العالم 2022، واخدا في الاعتبار ان ده اول مره بتحصل في عالمنا العربي، اول دوله عربيه تتصدى لتنظيم فعاليات حدث عالمي كهذا، فشايف الموضوع ازاي؟ قطر يعني بتستعد للمونديال من سنين، ويعتبر من اول ما اعلنوا فيفا اعلن تنظيم قطر للمونديال ملاعب ضخمه وملاعب وانشاءات ضخمه، بنتكلم ان قطر يعتبر من اكثر الدول من بدايه تنظيم كاس العالم نسخه 2022 اكثر دوله صرفت فلوس على تجهيزات وانشاءات، يعتبر يعني حوالي بنتكلم على 200 مليار يورو،
كمان من الناحيه الرياضيه المنتخب بيستعد من سنين، حتى يعني ما اكتفوش بفوز ببطوله اسيا في 2019، لا شاركوا كمان في بطولات دوليه وقاريه اخرى، زي ما بنتكلم على بطوله الكاس كاف اللي اتلعبت السنه اللي فاتت في الولايات المتحده، ووصولهم لدور نص النهائي. فبنتكلم ان قطر بتستعد من كل شيء من كل الجوانب. صحيح الفتره الاخيره في بعض الهجوم من بعض الدول الاوروبيه على تنظيم قطر للمونديال. دي نقطه برضو كنت عايز اسال حضرتك فيها، لان بطبيعه الحال هناك بعض الجماهير القادمه من دول عالميه مختلفه من اصحاب الطبيعه الخاصه والميول الخاصه، والموضوع ده هيصطدم او ابتدى بالفعل يصطدم على الاقل على صفحات الجرايد والمواقع الاخباريه والصحفيه المختلفه، فكره التعارض اللي ما بين ثقافتنا وهويتنا العربيه وبين طبيعه البعض من الجماهير اللي هيكونوا حاضرين. يعني احنا بنتكلم ان دوله، يعني دوله عربيه ليها عاداتها وتقاليدها، وهم اعلنوا بالكلام ده في اكثر من مره، بالتالي ان الجمهور يعني مع احترامي ان هو لازم يلتزم بعادات الدوله اللي تنظم البطوله. وفي نفس الوقت يعني احنا بنتكلم ان يعني قطر وفرت وسائل الراحه كتير للجماهير، فبالتالي يعني قطر زي ما بيقولوا يعني ما قصروش في اي شيء، بس بيطالبوا بس بالالتزام بعادات وتقاليد وهويتهم وهويه الدول العربيه عموما. تمام. طيب نكمل بقى مع حضرتك، نروح للشروق دلوقتي. الشروق بيتكلم او المانشيت كالاتي: هالاند بيقود مانشستر سيتي لفوز قاتل امام فولهام في الدوري الانجليزي. انا طبعا همسك مانشستر سيتي تحديدا وهسالك عن رايك ايه هنا في مباراه مان سيتي اصلا امبارح، وكمان لو هنتكلم تحديدا عن اداء هالاند كيف بتقيمه حتى هذه اللحظه؟ هل كان يستحق كل هذا البروباغندا او الدعم اللي كانت الفتره اللي فاتت، ولا بنتكلم ان هالاند يعني طبعا لاعب استثنائي وبينتظر زي ما بيتقال تاريخ او يعني مستقبل كبير، لكن في نفس الوقت برضه مش الاوحد في مان سيتي زي ما بيتقال؟ اتفضل يا استاذ محمد. بداية طبعا الماتش كان ليه سيناريو غريب، يعني طرد كانسيلو والاسلوب اللي اتبعه جوارديولا بعد الطرد، بيتكلم على وجود يعني الناحيه الدفاعيه الفرقه ما ظهرت، يعني واضح ان ما تاثرتش، وبنشوف الاسلوب اللي عمله بعدها جوارديولا بيعتمد على سواء كان اكي او كانجي او ستونز ورجوع رودري. الفرقه بالعكس طورت وضغطت على فولهام اكتر، فولهام ما قدرش ان هو يستغل الطرد. فوز مستحق لمانشستر سيتي، وبيثبت ان مانشستر سيتي فريق بطل وليه هويه وليه شخصيه. بالنسبه لهالاند صفقه مميزه جدا طبعا، يعني مفيش حد يختلف على كده، لعيب هداف دوري انجليزي ب 18 جول في يعتبر لسه ما عدناش نص السيزون، ويعتبر يعني شبه ان هو حتى يعني بالنسبه لي حسم لقب الهداف ليه. هالاند غاب الماتش اللي فات في البريمير ليج وغاب في دوري ابطال اوروبا، لكن جوارديولا واضح ان هو بيحافظ على النجم في فرقته وهداف في فرقته، وشفنا في دقائق بسيطه قدر ان هو يسجل. صحيح ان الهدف ما اتحسبش، ولكن قدر ان هو يسجل هدف فوز في وقت مهم ويقود فرقته لصداره البريمير ليج تاني ويضغط على ارسنال. كويس جدا. طب انا سؤالي الاخير في المانشيت ده عن مان سيتي برضو: هل مان سيتي مؤخرا بتشوفه طبعا مع جوارديولا ابتدى شويه يبقى فيه، طبعا احنا شايفين اداء مختلف برضو، مان سيتي مش من النوادي اللي كانت زي ما بتقال عنها ولا اروع، بس هو فعلا متالق جدا بقاله فتره اخيره، وفي نفس الوقت برضو نجوم عنده يمكن اهمهم هالاند، بس واضح ان مان سيتي كده هيفاجئنا في الفتره اللي جايه، وربما يبتدي ان هو يتنافس مع نوادي لها تاريخها بقالها سنوات عديده جدا وربما يتالق كمان عنها. بتشوف ده ازاي برضو استاذ محمد؟ اكيد مانشستر سيتي تفكيرهم في الفوز بالالقاب دايما، ونشوف ده من خلال الدعم لجوارديولا من ناحيه الصفقات، واخرهم كان طبعا هالاند. مانشستر سيتي يعني الهدف الاساسي دلوقتي بالنسبه لهم واكيد بالنسبه لجمهورهم دوري ابطال اوروبا. الفرقه في المواسم الاخيره كانت مرشحه وكانت بتنافس، السنه اللي فاتت وصلوا نص نهائي دوري ابطال اوروبا والسنه اللي قبلها نهائي دوري ابطال اوروبا. بنتكلم ان الفريق دلوقتي اصبح ان هو ليه هويه
واصبح ان هو ليه يعني الفكر دلوقتي الاساسي مش البريمير ليج او بطولات محليه، لا الفكر دلوقتي دوري ابطال اوروبا. واحنا بنشوف ان جوارديولا يعني ممكن الاداء ممكن متراجع شويه، النتائج متراجعه شويه من ناحيه الارقام اللي هم كانوا بيكسبوها 4 و5 و6، لكن التفكير دلوقتي ان انا اكسب باقل مجهود، خصوصا ان بنتكلم على مسافه طويل، كاس عالم ولسه دور تاني، وفي لسه ضغط مباريات في الفتره من بدايه العام الجديد لحد نهايه السنه، هيكون ضغط كبير على اللعيبه، فاكيد ده تفكير جوارديولا ان هو بيحاول ان هو يكسب بس مش مهم عندي الاداء دلوقتي. كويس جدا. طيب نروح بقى مع حضرتك للشرق الاوسط والمانشيت فيها بيقول بطوله اسبانيا برشلونه يتصدر في ليله وداع بيكيه، طبعا يعني ماتش الاعتزال بقى، وده دي المباراه رقم 616 لجيرارد بيكيه مع طبعا برشلونه، فانا سؤالي لحضرتك هل قرار بيكيه يعني بالرحيل عن المستطيل الاخضر يعني هل جاء في الوقت المناسب في راي حضرتك؟ قرار متاخر جدا بالنسبه لقرار بيكيه، نتكلم على اخر سنتين ثلاثه بيكيه مستواه يعني نازل او متراجع جدا، الفرقه اتاثرت بان النهارده يعني لعيب تسبب، نتكلم مثلا على اخر حاجه في دوري ابطال اوروبا تسبب في خروج فرقته من دوري ابطال اوروبا في ماتش الانتر، والتمركز الكارثي في الماتش ده وان هو يسبب في هدف فرقته. تشافي قال ان هو كان اجتمع معاه وقال ان انا طبعا مش هكشف الاجتماع الا اذا هو لو يتكلم، لكن واضح ان هو من شايفين ان هو يعني قالوا له يعتزل بقى يعني في الفتره دي او اطلب يعني امشي دلوقتي، لان دلوقتي احنا بنتكلم ان كمان برشلونه متاثر من الناحيه الماديه، بنتكلم ان النادي مطالب ان هو يخفض من رواتبه السنه اللي جايه، بكتير من اللعيبه اللي بتاخد رواتب كبيره في النادي وفي الفرقه، وبالتالي ان يعني زي ما بيقولوا برضه هو طلع ان هو وافي لناديه ولفرقته، ويعني اعتزل في الوقت يعني اتاخر شويه يعني القرار اللي هو. معلش انا عايزه اسال ليه من وجهه نظر حضرتك بتشوف ان هو متاخر شويه اصلا قرار اعتزاله؟ النادي في السنين الاخيره ومن على اخر سنتين ثلاثه يعتبر شبه بعيد عن الألقاب، بكيف اكتر من مباراه كان يعني مستواه كان يعني ما فيش مستوى ودون مستوى خالص، كتير حتى من الجماهير كانت بتنتقده، بيتكلم ان هو ادى كل شيء كان لازم يخرج من باب الكبير، قدر ان هو يحقق بطولات كتير لبرشلونه، احنا بنتكلم ان هو خامس اكتر لاعب مشارك في تاريخ نادي برشلونه، بنتكلم ان هو لاعب قدر ان هو حتى دوليا ياخد كاس العالم مع منتخب اسبانيا، فكان الافضل ليه ان هو يعني ياخد القرار ده سواء كان بالرحيل او حتى بالاعتزال بدري شويه عن كده، لكن هو خلاص اخذ القرار دلوقتي، تشافي عنده الفرصه والتفكير بقى في ان هو يدعم فرقته اكتر ويدعم دفاعه اكتر، خصوصا ان تفكير برشلونه دلوقتي هيكون على بطوله الدوري الاسباني بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا، صحيح بيشارك في الدوري الاوروبي لكن التفكير هيكون الاساسي على الدوري الاسباني. انا برضو مش فاهمه ليه يعني معلش انا بعتذر، بس انا بشوف بيكي سنا ما هوش الكبير، كان ممكن ان هو يروح لنادي اخر، مش شرط ان هو يعتزل، برضو قرار الاعتزال ده صعب، خصوصا ان انت بتتكلم برضو في تاريخ يعني كاس العالم زي ما حضرتك قلت مره، كاس العالم للانديه 3 مرات، كاس الامم الاوروبيه مره، دوري ابطال اوروبا 4، الدوري الاسباني 8، ولسه يعني تاريخ كبير حافل، وبيكي يمكن الفتره الاخيره انا اتفق معاك جدا استاذ محمد هو عنده مشكله، ويمكن مشكله يعني شخصيه اثرت عليه برضو بشكل كبير جدا، هو تحدث حتى بهذا المنطق، لكن في الاول وفي الاخر بيكي يعني ديفندر مخضرم، اعتقد كان لسه عنده المزيد حتى لو مش مع برشلونه. الفكره دلوقتي في نقطتين، النقطه الاولانيه كان بعد التقارير بتقول ان هو بيحاول يجهز نفسه ان هو يترشح على رئاسه نادي برشلونه في الولايه الجايه بعد نهايه فتره خوان لابورت. دي نقطه. النقطه الثانيه اظن ان يعني في لعيبه واحنا شفناها كتير في نماذج كتيره مع لعيبه برشلونه وخصوصا من الاقليم كاتالونيا، يعني سواء كان تشافي او انيستا او اللعيبه بتكون وفيه لناديها اكتر، فانت بتتكلم النهارده ايه البديل ليه هيكون مثلا في الولايات المتحده مثلا في امريكا ولا في دوله عربيه، اظن ان تفكير بيكي قال لا خلاص كفايه بقى كده، وافكر في سواء كان فعلا هيترشح ويفكر في مشروع اذا كان ناوي يدخل في انتخابات برشلونه، وده اكيد
مش هيتجهز من يوم وليله، ولا اكيد برضه ليه استثماراته من الناحيه الرياضيه، فاكيد ان هو اخذ قراره من ناحيه ان هو اكتفى ببرشلونه واكتفى بتاريخه ببرشلونه، واظن ان هو كان الافضل ان هو ما يلعبش نادي تاني بعد، خصوصا ان احنا بنتكلم من انتقادات ليه في من ناحيه المستوى في السنين الاخيره، فاكتفى انه يقول من الناحيه التاريخيه انا قدمت الكثير لبرشلونه وقدمت الكثير للمنتخب، اكتفي بكده وابتدي اشوف حاجه ثانيه من ناحيه اداريه لنفس النادي اللي انا لعبت فيه. رائع جدا استاذ محمد، يعني اكيد انا وكريم نشكرك جدا على هذه القراءه السريعه بس الوفيه، شكرا ليك جدا. زعلانه تكونش لعبه شاكيرا. انا قلت لك عليها، هي لعبه شاكيرا. بص هقول لك على حاجه، بس خلي بالك بيكي نموذج مختلف، يعني مثلا لو انت هتتكلم عن النجوم، ميسي اخذ القرار وما اعتزلش لما حصل الدروب مع برشلونه وقرر ان هو يروح نادي اخر، صفقه مختلفه بي اس جي، لم يوفق في البدايه، وفق بعد كده مؤخرا، يعني شفناها في الموسم الحالي، ولكن برضو كان عنده المزيد ان هو يعطيه فعمل كده. بيكي يمكن الوضع عنده مختلف شويه، انت يمكن بتميل شويه لفكره ان من خرج من داره، هو فعلا يمكن ما كانش حابب ان هو يترك برشلونه، لان فعلا ايه البديل اللي هيكون ليه؟ مش حلو ان هو يكرر تاني سيناريو كريستيانو رونالدو مع مثلا مانشستر يونايتد اللي كانت خطوه غير موفقه تماما. فممكن يكون ليه هذا التفكير، لكن هو كسنا كاداء تراجع كديفندر، تراجع طبعا وكان رائع جدا، بس تراجع اداؤه الفتره الاخيره، بس ده شويه ممكن يكون مرتبط بالامور الشخصيه اللي مر بيها، يعني اللي هو برضو تحدث عنها زي ما كنت بتكلم. ما هي حته التراجع دي اللي خلت ناس كتير ولا سيما من عالمنا العربي يربط ما بين هذا التراجع وما بين قصه شاكيرا، واطلقوا على رحله التدهور دي انجاز تسميتها بالتدهور بلعنه شاكيرا. فالى اي مدى هذا الكلام صحيح ولا لا؟ على اي حال يعني هيبان بقى في الخطوات اللي جايه، زي ما استاذ محمد همام قال لنا، لو فعلا في دماغه خطه معينه وبيترشح لرئاسه النادي ماشي، يعني ممكن. هو عامه في سيدات كده ما ينفعش تزعلهم، لما طبعًا تزعلهم طبعًا حياتك بتبوظ. طبعًا كل واحد حر بقى، هيشوف خير ابدا يا دعوه. طيب خلونا نروح بقى ونتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه. هنروح تحديدا فرع النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق كان عنده مران صباحي، يعني تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا، مران ابتدى الساعة 10 صباحا، ويعني وإحنا حتى بنعمل اللينك دلوقتي التدريب لسه مستمر حتى الآن. كالعادة بقى مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وبعدها بقى خاضوا بعض التدريبات في الملعب، وزي ما قلت المران لسه مستمر حتى الآن. كمان بقى خليني أقول لكم إنه الفريق غدا هيخوض مباراة ودية، بعد كده يوم الثلاثاء إن شاء الله هيكون عندهم مران صباحي أيضا بالظبط أو بالتحديد في تمام العاشرة صباحا، بعد كده بقى الفريق هيحصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام، يعني بالتحديد من يوم 9 حتى 13 نوفمبر، ده طبعا بسبب توقف بطولة الدوري. كمان بقى خليني اقول لكم انه مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق وطبعا الجهاز الفني قرر اعطاء اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات بعد انتهاء مباراة الداخلية، ده بقى عشان يحصلوا هما كمان على بعض الراحة قبل انضمام لمعسكر منتخبنا الوطني. كمان يعني الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة. خلوني بقى اكلمكم اكتر عن مران امس. الفريق كالعادة الحقيقة خاض مران صباحي، التمرين كان الساعة 10 صباحا، مستر مارسيل كولر عقد محاضرة فنية خاصة بالتدريب قبل انطلاق المران، بعد كده اللاعبين الحقيقة خاضوا فقرة كبيرة تدريبات بدنية في صالة الجيم، ثم قام مستر مارسيل كولر بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات عشان بقى يخوضوا بعض التدريبات الفنية، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الفترة المقبلة. واستكمالا للحديث عن كرة القدم، خلونا نروح لناشئين كرة القدم تحديد مواليد 2005 واللي حققوا فوز امس على فريق فاركو بنتيجه 1-0، ده كان ضمن منافسات الجوله السابعه من بطوله الجمهوريه. الحقيقه ان ناشئين النادي الاهلي عملوا مباراه كبيره جدا، كانوا مسيطرين على مجرياتها منذ بدايتها حتى نهايتها، احرز هدف النادي الاهلي اللاعب محمد زغلوك، وبكده يكون رفع النادي الاهلي رصيده ل 17 نقطه، متصدر ترتيب جدول المجموعه، يعني
بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة السلة اللي بيتأهلوا لربع نهائي بطولة دوري المرتبط، ده طبعا بعد تخطيهم لعقبة هليوبلس، يعني اللي يفوزوا عليهم في مباراة الذهاب بنتيجة 68-52، مباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ومباراة الإياب أيضا اللي يفوزوا فيها بنتيجة 82-59 عشان بقى يتأهلوا لربع نهائي البطولة، وهيواجهوا في ربع النهائي فريق سبورتنج، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان الحقيقه سيدات كره السله بيتاهلوا لنصف نهائي بطوله دوري المرتبط، ده بعد فوزهم على فريق مصر للتامين. وخليني بقى اذكر حضراتكم ايضا بنتائجهم، فازوا في مباراه الذهاب بنتيجه 88-36 وفي مباراه الاياب بنتيجه 86-58 عشان بقى يتاهلوا لنصف نهائي البطوله. ان شاء الله بقى طبعا بنتمنى للرجال وسيدات كره السله ان هم يتوجوا ببطوله دوري المرتبط. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة، ورجال كرة الطايرة بيفتتحوا موسم الجديد بالفوز على فريق بنها بنتيجة 3-0، زي ما قلت ده كان ضمن منافسات بطولة الدوري وأول مباراة بالتحديد، شفنا سيطرة كاملة من رجال الماسترز رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي، أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-18، الشوط الثاني بنتيجة 25-7، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-10 عشان بقى يفوزوا في المباراة بنتيجة 3-0. المباراة القادمة ليهم هتكون يوم الثلاثاء القادم امام فريق مصر للبترول، وخليني اقول لكم انه رجال كره الطايره هيكون عندهم مباراتين في الدوري كل اسبوع بالتحديد يوم السبت ويوم الثلاث، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يعملوا موسم كبير. خلونا بقى ننتقل دلوقتي لسيدات كرة الطايرة اللي بيواصلوا استعداداتهم للموسم الجديد اللي هيبدأ إن شاء الله يوم 7/11، هيواجهوا الزهور في أول مباراة، ومباراة تانية هتكون يوم 11/11 أمام فريق الزمالك، يعني أيضا طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى عن شباب كرة الطايرة بيضيفوا بطولة جديدة لدولاب بطولات النادي الأهلي بعد تتويجهم ببطولة منطقة القاهرة، قدروا يفوزوا في المباراة بنتيجة 3-0 مقابل فريق الشمس، يعني المباراة طبعا كانت بتقام باستاد القاهرة، عملوا مباراة كبيرة جدا الحقيقة، سيطروا على جميع الأشواط، طبعا ببارك لهم وببارك لكل الأهلاوية على هذه البطولة. اخيرا بقى خلونا ننتقل للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد بيحققوا سلسلة من الانتصارات في بطولة الدوري، قدروا يفوزوا على فريق الطيران بنتيجة 23-20 وعلى فريق الزهور ايضا بنتيجة 29-18، وكان قبلها طبعا قدروا يفوزوا على فريق البنك الاهلي بنتيجة 34-23، يعني عاملين اداء كبير جدا حتى الان في بطولة الدوري، بنتمنى لهم كل التوفيق. طبعا مباراتهم القادمة هتكون يوم الخميس القادم امام فريق طلائع الجيش، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله بقى يستمروا في سلسله الانتصارات. يعني يا كريم ويا نهواندي، دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده معاكم، طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي استفسارات، لان كالعاده تخطيطك وتخطيط كل زميلاتنا العزيزات من المراسلات يعني بتبقى دايما كافيه ووافيه، بنشكرك على هذه التغطيه جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. وخلونا بقى نطلع فاصل سريع عشان نرجع نستقبل اول ضيف هينورنا في اول فقره حواريه، خليكم معانا. طيب نقدر نقول الحمد لله احنا ماشيين بخطوات متطوره جدا في الدوري، الحمد لله كمان مواصلين مسيره الانتصارات، وشفنا مع الانتصارات دي اداء ونتيجه، ده اللي احنا كنا دايما بنقوله، يا رب ان احنا نلعب الماتش ويبقى فيه اكيد نتيجه كويسه، بس انا عايزه اشوف الاهلي رجع مره ثانيه، فانا عايزه انتصر وفي نفس الوقت ابقى عامل نتيجه كويسه بس اشوف لعب حلو، وده زي ما اتقال كده قد كان. على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي، عندنا طبعا كلام كتير ملفات كتيره جدا، بس نرحب بالنجم كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق. صباح الهنا، صباح النور، صباح النصر، صح كده؟ صباح الخير نوان، صباح الخير كريم، صباح الفل ان شاء الله، صباح الخير على جميع المشاهدين. والحلو بقى ان حضرتك معانا بعد فوز، دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا، الحمد لله. يعني احنا كنا يوم الاربعاء قلنا عايزين يجي يوم الاحد واحنا منتصرين، الحمد لله شفنا مباراه كمان جميله جدا اداء ونتيجه، دي النقطه المهمه اللي لازم نركز عليها بتهيألي. اولا طبعا الحمد لله، قبل النتيجه الاداء. الاداء اللي مطمن جماهير النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، فعلا كان وحشنا اداء النادي الاهلي بالشكل ده، كان وحشنا المكسب بالشكل ده، مش مكسب وخلاص انت فرحانك كسبت، لا مكسب ونتيجه واداء بالظبط بتطمن جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على الجهاز الفني الجديد، على اللعيبه الصفقات الجديده، على حاجات كتيره جدا ظهرت الفتره اللي فاتت، فالحمد لله. تعالى نبتدي يعني بالخواتيم،
هو تيم لغايه هذه اللحظه كان طبعا ماتش الداخليه. والحقيقه من ضمن يعني او في جمله الكلام عن الاداء، في ناس كتير وقفت عند تفصيله ان احنا ما حسيناش قوي بغياب الاسماء المهمه الثقيله اللي كانت مش موجوده في هذا اللقاء، اليو ديانج، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، السوليه، ده ما كانش نسيت كمان اسم او اثنين. فالى اي درجه نجح كولر في انه فعلا يعوض غياب اسماء ثقيله ونشوف اداء مرضي للجماهير في كل مكان؟ بص كده، انا كنت معاك هنا من اسبوعين بالظبط، كنت بتكلم على النادي الاهلي والسكواد بتاع النادي الاهلي. عندك في كل مركز اثنين لعيبه، اي مدير فني بيجي يحط السكواد اول الموسم بيحط رقم واحد ورقم اثنين في كل مركز. تمام. عندنا الحمد لله في النادي الاهلي الواحد او اثنين تحس ان ما فيهاش ترتيب، واحد زي اثنين واثنين زي واحد، يعني صحيح. عمرو السوليه، حمدي فتحي، ديانج، اي اثنين فيهم بيلعبوا ما عندكش مشكله خالص. تمام. اتكلم على ناحيه اليمين، اكرم توفيق او محمد هاني ما عندكش مشكله. مظبوط. عندك الفراوده شادي، محمد شريف، ما عندكش مشكله. عندك مركز 10 اذا كان قفشه او سافيو ما عندكش مشكله. عندك طاهر محمد طاهر، عندك كريم فؤاد اللي هو دلوقتي مفاجاه كبيره بالنسبه لنا في المكان ده، من المكاسب الكتيره في الدوري، ما عندكش مشكله في اي مكان في النادي الاهلي دلوقتي. فعندك مكاسب كتيره جدا الموسم ده مع مستر كره، عامل حاجه كويسه قوي انك انت عندك في اكتر لعيبه اكتر من مركز ما عندكش مشكله فيهم خالص. وده حصل في دلوقتي، بدا يعمل روتيشن لو عدد المباريات قريبه جدا، لو بتلعب مثلا جمعه وعندك اثنين او ثلاث، عندك المشكله دي هتتحل، بتعمل روتيشن، مفيش مشكله في الغيابات، ما عندكش مشكله في ان لعيب يغيب، عندك البديل بتاعه، او انا بقولش البديل لان البديل زي الاساسي في النادي الاهلي. هو يمكن الموسم اللي فات ما كانش البديل زي الاساسي، لكن الموسم ده فعلا احنا شفنا اختلاف حتى مع اللعيبه نفسها اللي كنا بنقول الموسم اللي فات هو ايه اللي حصل، لا لقيتهم رجعوا تاني ورجعوا الحمد لله افضل من الاول. ده رجع لاسباب كتيره طبعا، على راسها فكره هنا رغبه اللاعب ان هو يعود مره تانيه لتالقه، يعني رغبته الشخصيه، بلس طبعا مستر كولر والاداء اكيد اللي هو بيحسب ليه برده، يعني خلينا نقولها بمنتهى الصراحه. وثالث حاجه يمكن برده فتره التوقف او الراحه اللي اتخذت بتفرق بشكل كبير، واحنا عندنا فتره توقف برضو قادمه، ازاي ده ممكن يكون ايجابي الى حد ما برضو تاثيره على اللعيبه، زي المفروض نتم استغلال الفتره دي بشكل بقى لصالحنا. بص، اول قرار كان لمصلحه النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي، القرار اللي خده مجلس اداره السنه اللي فاتت بارتاحيه اللعيبه اللي كانوا مجهدين، كانوا بقى لهم موسمين او ثلاثه دايركت ما عندهمش راحه، دي مشكله يعني مشكله كبيره جدا في اداء اللاعب. لا ما كانش قادر، احنا مشكلتنا ان احنا جينا وقت بنقيم اللعيبه دي، لعيبه النادي الاهلي على الشكل ده، لا اللعيبه دي لما ارتاحت دلوقتي احنا مستغربين، هو لكن ده. هو ده ادائهم، صح ادائهم ده الطبيعي بعد ما خدوا راحه، ده الطبيعي. برضو لسه في حاجات كتيره، الراجل برضو بيشتغل بقاله فتره، نعتبر مش فتره كبيره، بيشتغل معاهم بقاله خمس ست ماتشات، لسه حاجات كتيره هتخش في الفرقه، ليه لسه في تكتيك هيخش كتير جديد، لسه في لعيبه هتخش، في لعيبه عايز تثبت نفسها. الـ 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 مش هقول الصراع، هقول المنافسه القويه جدا بين اللعيبه في كل مكان، دي بتخلق حاجه قويه جدا في الفرقه. لما فيكو عندك تنافس بين محمد هاني واكرم توفيق، عندك تنافس دلوقتي بين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين قدام، نتكلم على بيرسي تاو كمان لسه جاي، شادي حسين ومحمد شريف، قفشه وسافيو. قفشه دلوقتي بقى ليه اداء مختلف تماما، ليه؟ لانك جبت له لعيب في مكانه في منافسه قويه عايز يقول لا انا موجود انا كمان. طبعا المنافسه دي، المنافسه دي بتعمل حاجه كويسه جدا في الفرقه، هتيجي في الاخر في المجمل في صالح النادي الاهلي، لان في منظومه بتشتغل، في كل اللعيبه بتحب بعض، كل لعيبه، اي حد موجود كله دلوقتي بيفكر في المكسب، عندنا هدف كلنا بنبص له اللي هو الدوري العام اولا. أيوة. اللي احنا بعيد عنه بقالنا سنتين، دي البطوله المحببه بالنسبه لنا، بعد كده بطوله افريقيا برضو اللي هي بقت محببه بالنسبه لنا، فعندنا اهداف كتيره اكيد. الجهاز الفني واللعيبه حط الهدف ده قدامهم، عارفين ان جمهور النادي الاهلي مش هيستحمل اي حاجه السنه دي. بالمناسبه كابتن احمد، هو اشمعنى بطولة الدوري من قديم الأزل هي البطولة المحببة، يعني هي الأحب على الإطلاق عند جماهير النادي الأهلي، حتى لو النادي الأهلي فاز في نفس السنة اللي كان بيلعب فيها الدوري، كل بطولات اللي لو خدت بطولة فيه. العالم اشمعنى؟ عشان التنافس بين التنافس التقليدي بينك وبين الزمالك، بس الجاب كبير قوي، الجاب برضو كبير جدا، هي بتبقى يعني احنا في حتة كرقم هي تانية، هي بتبقى صراع جماهيري، ممكن جماهير مشجع الزمالك مشجع النادي الاهلي، وانت عارف التحفيل اللي بيحصل على الفيسبوك، الحاجات اللي بتبقى بين الاهلاويه والزملكاويه طبعا، هي الحاجات حاجات بتحصل على فكره
في العالم كله يعني نادي الاهلي. المفروض تبقى بس بطريقه لطيفه، مش هنخسر بعض ونقفش على بعض يعني مش كده يعني. زمان قبل السوشيال ميديا كانت الطف واهدى بكتير، كانت هاديه. بس السوشيال ميديا انت عارف الفيديوهات والحاجات كتيره بالظبط، حاجات صغيره يعني بالظبط. بس هو ده هو ده، عشان كده بطوله الدوري العام بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في حته تانية خالص. لو خدت حتى بطوله العالم، لو النادي الاهلي دخل كاس العالم وخد كاس العالم وخسر الدوري يزعلوا على النادي الاهلي، يزعل جمهور النادي الاهلي. دي حاجه غريبه برضه. برضه من ضمن التفاصيل اللي كانت لافته للنظر الحقيقه، رجوعا لكولر، النقطه اللي كان بيتكلم فيها نهاوند، فكره ان كولر حتى هذه اللحظه اللي بيصرح بيه بيعمله، اللي بيتكلم عنه بينفذه. يعني مثلا كان في الفتره الاخيره بيتكلم بعد ما كان في تعليقات سلبيه الى حد ما، او مش سلبيه، فيها شيء من الاندهاش. هو ايه يا اخوانا حكايه ان احنا بنكسب 1-0 بس، ويمكن الجول ده بيجي في اخر ثانيه في اللقاء. فهو صرح وقال ان هو الفتره اللي جايه هشتغل على زياده المعدل التهديفي، وقد كان. وقد كان بالظبط. بص، هو ما يعرفش ثقافه اللاعب المصري، هو بيبدا يعرفها، فمش عايز يصرح في حاجه لسه ما يعرفهاش، ولسه مش عارف الشغل بتاعه اللعيبه هتتطور معاه قد ايه. فكل ما بيحس بتطور بيبدا يطلع تصريح جديد. يعني هو لما يجي يشتغل في الاول هو برده مش عارف اللعيب معاه هينفذ قد ايه من شغله، فما بيبدا اللعيب بينفذ الشغل بتاعه بيبدا ايه يصرح تصريح، لا احنا في لعيبه بتتطور، في شغل بيبقى احسن، وده زادت الاهداف في المباراه الداخليه، وبقى في شراسه هجوميه على اي فرقه بنلعبها، وبنوصل للجون كتير. الحاجات دي اكيد بيشتغل عليها هو كتير. هو بقى بيتكلم ان اللعيبه بتاعته او اللعيبه اللي بتشتغل معاه هتستجيب للشغل ده في مده قد ايه. فكل ما يحس باستجابه بيبدا بيقول تصريح جديد، وده اللي حصل بعد فوز مباراه الداخليه. حلو جدا. طيب بص، هنروح منتخب، نرجع اهلي، نروح يعني كاس عالم. انا عايزه اروح لفيتوريا، واحنا اتكلمنا في النقطه دي فعايزين نعدي عليها سريعا، بس يعني برضو هتكلم في تفاصيل مختلفه. طبعا كريم فؤاد وعدم انضمامه، ومش من النقطه كريم فؤاد تاني، احنا عايزينها من زاويه هو احنا ليه لما لاعب بيبقى متالق عندنا بنستبعده، ويمكن ده برضو لو هيبقى دافع للاعب ان هو يثبت نفسه على الارض اكتر، بس على الصعيد التاني بيؤثر بشكل مش حلو. شفنا ده قبل كده مع محمد شريف، وشفناه مع أفشة. يعني مش حابين ان السيناريو ده يكرر مره ثانيه، يعني خوفا من ان ده في الاول وفي الاخر مش هيبقى لمصلحه منتخب مصر. ده شق. الشق الثاني، احنا عندنا مباراه وديه مع بلجيكا، ودي هتكون اخر مباراه لبلجيكا، بعد كده هتنضم لكاس العالم، فهتبقى مباراه يمكن اختبار زي ما بيتقال، ده الاختبار الحقيقي لفيتوريا مع منتخب مصر. هل بتتفق اصلا ده الاختبار الحقيقي، ولا ده ممكن نقول المؤشر الاول؟ لا اكيد ده مؤشر اول. انا بلعب بلجيكا دي من المصنفين الاول في العالم، احنا ما كانش النتائج بتاعتنا حلوه خالص معاها يعني، بس بالظبط. لا بس هو نتكلم في نقطه كريم فؤاد الاول دي. طيب. الشخصيه بتختلف، شخصيه كريم سنه صغير، عنده لسه دوافع كتيره جدا، في حاجات هتقابله موقف زي كده كتير جدا، وبيستبعد مثلا من تشكيل الاساسي للنادي الاهلي، دي بتديله دوافع كتير ان هو اولا ابقى رقم واحد في الفرقه، ثانيا رقم اتنين ان انا ابقى في المنتخب. احنا ما كناش بنتكلم على كريم الفترة اللي فاتت لان هو لسه ما كانش بيلعب في النادي الاهلي، ابتدينا نتكلم عليه وبنقول لا يستحق المنتخب بقد ايه، لعب مباراتين بس، فاحنا عايزينه يكمل على هذا المستوى. اوكي. يشد حيله، هيتحط طبعا، مش عايزينه بس احنا يعني مش هنفرح ان كريم فؤاد بيروح المنتخب ويبقى رقم ثلاثه في المنتخب، لا احنا عايزين يروح المنتخب يبقى رقم واحد في المنتخب، يلعب اساسي. دي محتاجه شغل كتير جدا، محتاجه زي ما بنقول اللي هي الدوافع اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، هو يحط لنفسه دوافع كتيره جدا، لان برده كريم على الورق هو مش اساسي لسه في النادي الاهلي، مش رقم واحد في مكانه، هو ايه بيلعب في المكان اللي بيحصل فيه مشكله بيبدا يخش بينزل كبديل، بس اثبت وبيأدي نفسه وبيأدي. بس لازم عشان اثبت نفسي دي او ابقى رقم واحد في الفرقه، نقول بعد 10 ماتشات بالكتير او 15 ماتش، عشان نقول كريم فؤاد خلاص بقى رقم واحد في مكانه في النادي. هو خامه رائعه دلوقتي جدا، حاجة بس يمكن لسه الاكسبيرينس اللي بيزعلنا بقى، ان انت 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 اخترت في المنتخب ناس مش موجوده. هو ده بقى ما بتلعبش. طب ده بالنسبه احنا اتكلمنا عن عدم ضم كريم فؤاد، طب بالنسبه بقى للاسماء اللي انضمت تقييمك برضو فيها ايه؟ انا برضو مش بشتغل بدماغ كل واحد، عنده دماغه، هو دماغه عنده فكره معينه. هو على فكره كان واخد كريم في التجمع اللي فات. ايوه اختاره معسكر. اختاره بالظبط كده. فهو المره دي ما اعرفش، هو ممكن يكون قيمه خلاص، عارف كريم فؤاد فين في الحته دي، فبيدخل ناس ثانيه جديده. ما نعرفش الراجل بيفكر ازاي. ممكن جدا على فكره. هل انت شايف ان لازم حد يهمس في اذنه ويقول له خلي بالك من كذا وكذا، ولا الصح ان انت بتسيب له فرصه كامله
ان هو يكتشف بنفسه وبالتالي اللي يكتشفه يستخدمه؟ هو اكيد طبعا بيكتشف. تاني حاجه اكيد ناس بتقول له، وهو طبعا في ناس بتقول له، الاعلام بيوصل له الاعلام بيقول ايه، واكيد هو رد كمان على الكلام ده. يعني هو عارف ان الناس كلها بتتكلم، انت ازاي ما خدتش كريم فؤاد وخدت اي اسم مثلا سين ما بيلعبش في فرقته الفتره دي؟ اكيد هو عارف كل حاجه وعنده ردود في دماغه، بس في مش كل مدير فني لازم يصرح بكل اللي في دماغه. لان انا لو رديت على كل واحد ضميت ده وما ضميتش ده، مواضيع كتيره جدا بالنسبه لاي جهاز فني، الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن فعلا كريم فؤاد يستحق الفتره دي، من ساعه بدايه الموسم كريم فؤاد اداؤه مميز جدا ويستحق يكون متواجد، في ظل احنا بنتكلم فرق مختار 34 لاعب، يعني مش بتكلم في 20 لعيبه 21 لعيب اللي هيلعبوا مباراه، لا انت واخد عدد ولسه هتستبعد ناس كتير وانت قبل السفر. يعني انت برضو الاسامي اللي مختارها دي مش هي دي اللي هتسافر كلها تلعب المباراه دي، مباراه واحده. فبالنسبه له على الاقل 22 لعيب اللي هيسافروا، يعني في مثلا 10 مش هيسافروا. فكنت اتمنى ان كريم فؤاد برضو تديله الثقه، ان هو ان انت تحسسه ان انت يا كريم لا انت في دماغي، لا انت الفتره الجايه المستقبل ليك. احنا برضو نتكلم كاس عالم بعد 4 سنين، في ناس موجودين في المنتخب الفتره دي مش هيبقوا في كاس العالم اللي جاي. طب في ناس سنها بيكبر طبعا. لازم بقى تشتغل، هو لازم مستر فودير لازم يشتغل في اتجاهين، اتجاه ان انا اوصل لكاس عالم وبرضه محضر الناس اللي هتلعب كاس عالم خلال 4 سنين. في ناس وانت هتشتغل معاك في التصفيات مش هتلاقي معاك في كاس العالم، سن بيكبر، في ناس ادائها بتقل، فدي لازم هو يشتغل على القصه دي الفتره الجايه ان شاء الله. طيب احنا هنروح للدوري بقى، معلش ان شاء الله نروح نرجع ونرجع مشكله ورانا ايه. انا عايزه اتكلم شويه عن كلايتنبرج والمنظومه التحكيميه والتطوير اللي المفروض اصلا هذا الرجل جاي او مستقدم يعني لتطويره. سؤالي خاص بالانديه، لان احنا كنا بنعاني الفتره اللي فاتت، مش هقول من سوء تحكيم او مشاكل تحكيميه على قد ما كانت مشكله ثقه الانديه في الحكام. هل مع كلايتنبرج وفكره هنا المتابعه بتاعته والتطوير اللي هو والرولز اللي بيحطها ممكن شويه تدي ثقه في الاخر، من ناحيه ان الثقه تبقى متواجده ما بين الحكام والانديه، ولا ستيل الموضوع ملوش علاقه خالص وبرده هتفضل المشكله قائمه بمنتهى الصراحه؟ هتفضل المشكله قائمه. ليه؟ ليه بقى؟ لا عشان هي دي امكانيات حكام. عندنا حكام مبشرين وعندنا حكام في اخطاء، ده طبيعي. الحكم ده زي لاعب الكوره، يعني لما المهاجم بيغلط بيضيع فرصه او مدافع بيغلط بيجي منه جون، الحكم برده كذلك بيحصل منه اخطاء. الاحساس بقى اللي جوانا، هل الاخطاء دي متعمده او الاخطاء دي ليها اسباب معينه، ولا الاخطاء دي لامكانياتك؟ هو ده، هي دي بقى الثقه. الاجابه فين بقى؟ الاجابه ان لازم يكون لنا ثقه كده كاي حد. المشكله الاجابه انهي مشكله فيهم هي الاجابه؟ الاجابه ان في اقاويل كتيره وحاجات مجاملات كتيره في ماتشات وفي حاجات كتيره بتخش طبعا في واحنا بنتفرج، تحس ان الكوره يعني مش محتاجه ان انت مش شايف الكوره. ما دلوقتي ما في دلوقتي فار. في فار بيشوف الكوره مره واثنين وثلاثه وعشره، وتيجي تاخد قرار عكس الفار. فدي حاجه، ده دي الحاجات الغريبه اللي بتحصل. دي حاجات غريبه بتحصل، ان بعد ما تشوف الفار في تشكيك في الفار نفسه. في حاجات في بعض الاحيان بالظبط بيحصل كده. بص، هي الكوره فيها كتير والتحكيم بالذات فيه كتير، وزي ما في لعيب عنده قرار معين، الحكم برضه عنده قرار معين، فكر معين في العاب معينه. الفار كمستجد المفروض ان هو هدفه احقاق الحق، يدي لكل واحد حقه، والمفروض بوجود الفار تقل كتير جدا نسبه النزاعات والمساحنات. انا شايف ان هو تسبب بس في اخطاء، بس بيبقى في اخطاء. انت بص، انت لما تيجي تتفرج على اي لعبه فيها فار، ساعات الفار بيقعد يعدل الحكم وانت بتقعد دقيقتين ثلاثه ويفضل يعيد، وانت الحكم مش بياخد قرار. يعني الكوره احنا بنقعد نتفرج عليها وهو يقعد مش عارف ياخد قرار، يقعد يتناقش مع طب انت في برضو حاجات العاب تبقى صعبه جدا وفيها زي اللاعب بياخد قرار، الحكم برضه بياخد قرار، ساعات القرار ده ما بيعجبش المشاهد، لان انت كمشاهد او كمشجع عايز القرار يبقى لصالح الفريق بتاعك. ده طبيعي، ده طبيعي. وساعات بتبقى انت برضه من وجهه نظرك، ما كل واحد عنده وجهه نظر في العاب معينه، لا انا شايفها بالشكل اللي انا شايفه عادي، وهو برضه بالنسبه له شايفها باللي هو شايفه. فدي برضه العين بتختلف. اتمنى ان يحصل الفتره الجايه ثقة شوية، ثقة بين الجمهور المصري على جميع الأطياف،
كان اهلي زمالك اسماعيلي ده مصري. دلوقتي بيقول لك الحكم ده اهلاوي، الحكم ده زملكاوي، الحكم ده يعني صنفوا الحكام كمان، وده مش حلو ابدا. طول عمر في من زمان بيقولوا الحكم ده اهلاوي والحكم ده زمالك والمعلق ده اهلاوي ومعلق زمالك، بس كان على لما امسك الصفاره احنا فيها كابتن احمد اكيد يعني لما امسك الصفاره اهدى بكتير. ما لما امسك الصفاره بنسى الالوان. اه المفروض ده شغل احترافي بقى خلاص. مش انا مش احترافي، انا بس حكم محترف، انا لاعب محترف. لا ده الصح. اه مش احترافي بس، لا دي حاجه بيني وبين ربنا كمان كلاس طبعا. اذا حكمته بناس حكمه بالعدل، ما هي حاجه بينه والحكم وبين ربنا. يعني مفيش حكم مؤمن يعني شرفنا في المحافل الدوليه طول السنين اللي فاتت وشارك طبعا وشارك بالتحكيم مثلا في كاس عالم. يعني احنا ليه بعيد الحكام بتوعنا عن المشاركات في فعاليات بطولات دوليه؟ اشمعنى؟ ما دي نتكلم برضو على امكانيات ومهاره. مثلا التحكيم ده برضو يعني من لعبه، يعني من اساس اللعبه، يعني مهاره، يعني تفوق وتمرين وتدريب وحاجات كتيره جدا عشان اوصل للمكانه دي. احنا لسه ما عندناش النوع من ده. ممكن تلاقي واحد او اثنين، تلاقي مثلا حامل رايه كويس جدا وتلاقيه في كاس عالم، تلاقي حكم واحد بس في بطوله كاس عالم ناشئين، ممكن توصل لكاس عالم واحد بس. في دول تانية فيها اربعه وخمسه. اقول لك على حاجه كابتن احمد، اقول لك على حاجه بصراحه برضو ليس دفاعا، ولكن انا بحس ان احنا بنعلق المشانق لبعض شويه، مش بس على مستوى التحكيم، ان جنرال الكوره بس ان جنرال. انا بقول لحضرتك يعني احنا ما بنديش لبعض مساحه ان احنا نغلط. على فكره اي حد في اي مجال ممكن نغلط، نقلل من بعض، نقلل من شاننا. ده كله بيعكس بعد كده ان احنا نقعد نقول اصل احنا ما نقدرش نروح نحكم في محافل دوليه، احنا بعيد قوي، احنا اقل. لا انت مش قليل، انت زيك زي اي مخلوق في اي دوله في العالم في اي مجال. بس احنا مش صح نقعد، مش كلنا طبعا بس البعض مننا، نقعد نحطم بعض. يعني فكره برضو ان انا لا اعطي الثقه والاحترام للحكم، برضو تاني ليس دفاعا، اتكلم ان جنرال، امر سخيف. يعني انا لازم الحكم هو اللي يفرض، ببناء غض النظر عن الحته الدينيه اللي بينه وبين ربنا، بس انا هفرض شغلي، واللي مش عاجبه ما يعجبوش. صح. يعني في الاول وفي الاخر انا بشتغل وفقا لكتاب معين او قوانين معينه، فدي شويه محتاجه ان هي تتغير برضو احنا كجماهير تجاه الحكام. اولا بالظبط الجماهير، بس هي من طول من ساعه ما لعبنا كوره في صراع، هقولها صراع، بين اللاعب والحكم والجمهور والحكم. ده في العالم كله يعني. في العالم كله. لا انا بشوفها دلوقتي في العالم، في العالم كله قرارات الحكم غريبه جدا. وتشوفي رد فعل اللعيب او الفرقه، هتلاقي في طبعا بيحصل نسبه، كان لسه في الدوري الانجليزي كان حادثه كده 5%، نسبه بسيطه جدا غير عندنا في مصر كده. احنا عندنا كل القرارات، كل القرارات اللعيبه. يعني مثلا هتكلم في نقطه، مثلا يكون الحكم مستني الفار في حاجه معينه وفي لينك بينه وبين طبعًا. الفار تلاقي لعيب واقف جنبه عم يقعد يا جماعه اسمع. المواضيع دي بتتكرر كتير جدا. ما هو لازم كان يبقى فيه حزم فادي، لازم اللاعب اللي عمل كده يعاقب في ثانيتها. ما دي مش موجوده في لائحه القوانين، ان انا وانا بتكلم الفار ما حدش يتكلم. هو دي حاجه ولا موجودة ثقافه، ولا موجوده فكره ان اللعيب يبرق في الحكم ثقافه. بس في حاجات معينه، وده حصلت كتير الفترات اللي فاتت، ومش هتكلم على فريق بعينه، بقول لك عموما شفنا اللقطه دي في اكتر من لقاء، ان لعيب مش عاجبه قرار ما للحكم فبيبرق له، وتلاقي لا بص ورياكشنات وش جديره بانه ياخد بمجامله. اكيد بص، حتى لو ده مش موجود في القوانين. بص في رد فعل حكام بره بيسيبوه، تلاقي مثلا ايه هنا العكس. يعني انا مثلا هنا ابص للحكم واقرب منه اسيبه، لكن اعمل رد فعل مثلا اخبط الكوره اخبط. دي حاجات الحكام بره بيسيبوها عادي جدا. ما انت بشر، انت بشر، ساعات بتبقى عصبي شويه في اللعب، فرد فعلك بيبقى غير طبيعي عادي. بس ما تطولش على الحكم، بيبقى بعيد، بعيد عن الحكم، واخد اي رد فعل بعيد. الحكم بيحترم دي جدا، وبيحصل حاجات كتير جدا تستغرب بره، لكن هو الحكم ما ياخدش اي قرار. لكن هنا بقى ممكن حاجات زي دي ياخد فيها قرار، تلاقي مثلا واخد وبيزعق وبيشوح كده بياخد انذار. في حكام بقى تاني يقرب له، ها ما ادلوش انذار. لا لازم هي برضه تتحط لها رول بقى نفهمها، يعني محاضرات بين الحكام. لازم يتكلموا مع بعض. لا يا جماعه، لعيب الكوره ده بشر عنده رد فعل، ادام رده فعل مسموح بسيبه. متفائل بكلاتنبرج وبخطته اللي هو حطها لتظبيط المنظومه التحكيميه؟ مش هقول اتفائل، اقول اتمنى ان هي الفتره الجايه في تطور في التحكيم، تطور في المنظومه كامله. احنا في تطور دلوقتي في حاجات كتيره جدا. دلوقتي بتتفرج على صوره كويسه، شكل كويس للمباراه، ملاعب كويسه، الحاجات دي كلها مختلفه
عن جيلنا احنا قوي بنلعب. احنا لازم ندي كريدت برضو للكلام ده يا استاذ كابتن احمد، لازم يعني كلام حضرتك ده على فكره مهم جدا، ان دلوقتي بقى في حاجات حلوه بتشوفها اكيد، لكن ان انا اقعد انتقد بس ما هو كده برضو المسؤول عن المنظومه بتجيب له احباط يعني. ما احنا شاطرين طبعا في الانتقاد وكل حاجه، وبيبقى اوقات كتير حقنا، بس برضو لما يبقى في حاجه حلوه اتكلم عنها. ما هو ده اللي بتكلم عليه دلوقتي، بتتفرج على الكلام ده صورة حلوة، مهم، ملاعب حلوه، شكل حلو، بتفرج على المشاهد وهو بيتفرج دلوقتي مستمتع. استوديوهات تحليليه برضو بتتكلم في الكوره، هي بتبقى مثلا زياده شويه، بس برضو بتخليك بتستمتع وتتفرج على اي مباراه غير الاول. الملاعب كانت وحشه جدا يعني في الجيل بتاعنا، احنا كنا بنروح ملاعب واستادات كبيره جدا، اسم استادات كبيره جدا، والملاعب وحشه جدا. دلوقتي ما شاء الله كل الملاعب اللي بتروح ده اصل ده بيزود من اداء اللاعب، تطور اللاعب، حاجات كتير حلوه. نتمنى، احنا بنتكلم على التحكيم بقى، يا رب ان شاء الله الفتره الجايه مع شغل المحاضرات الكتير، مع الكلام الكتير، مع الخبرات الكتيره، نتمنى ان شاء الله يكون الاخطاء تقل. مفيش اخطاء مش هتقل، الاخطاء بس بتبقى موجوده، بس بتبقى بنسبه يعني معينه مقبوله دوليا يعني، الاخطاء موجوده بس تقل، نتمنى انها تقل. رايك بقى واحنا لسه بنتكلم عن الدوري، شايف هل في حصان اسود لافت نظرك؟ هل شايف ان المربع الذهبي هيضم اسماء مختلفه شويه عن المعتاد؟ بص كريم، انا بقالي دلوقتي 14 سنه او 13 سنه مدرب فريق اول دوري ممتاز، تمام، فعارف قبل الموسم ببقى عارف مين اللي هينافس الاربعه، ومين اللي هيبدا في النزول، ومين اللي هيبقى في النص. فاتكلم معاك من الحلقه دلوقتي وافتكر معايا مثلا ايه قبل نهايه الدوري اللي انا بقولك عليه ده، دلوقتي هتلاقيه هو يعني مثلا هتلاقي الاهلي زمالك بيراميدز الثلاثه دول. مركز الرابع هتلاقي الصراع قوي جدا جدا بين حوالي اربع فرق، الاتحاد المصري، فيوتشر، البنك الاهلي، وسيراميكا. صراع قوي جدا جدا بين الخمسه دول عشان يقفلوا المربع ده، يخش المركز الرابع، يعني يخش المركز الرابع هيبقى صراع قوي جدا جدا. السنه اللي فاتت فيوتشر قدر بتدعيماته وفرقه اول سنه، دي حاجه كويسه جدا، وصل المركز الرابع. السنه دي بقى انا قلت لك على الخمس فرق دول، تعال بقى اتكلم على الهبوط. الفرق اللي صعدت اسوان، الداخليه، حرس الحدود، ايوه، عشان امكانياتهم الماديه طبعا بيشتغلوا على قد امكانياتهم وبيتعبوا جدا. يعني مثلا فرقه الحرس الحدود صديقي وده انتيمي بقى كابتن احمد ايوب ابن النادي الاهلي، وبنلعب مع بعض في النادي الاهلي واحنا عندنا 15 16 سنه مع بعض. بيشتغل وعامل جهد قوي جدا مع لعيبه، بس برضه نوعيه الكواليتي بتاع اللعيبه هيشتغل في حته معينه، هيفضل برضه عندك فريق زي اسوان عمل تقريبا فريق كامل جديد، ما كل الفرق بس بيشتغل في نوعيه معينه في اللعيب الفري، ما بيروحش يشتري لعيب مثلا بخمسة ستة مليون جنيه، بيشتغل لعيب الفري اللي ماشي من النادي، بيشتغل في فئه معينه. فهتلاقي اسوان، الحرس، الداخليه هيعانوا جامد جدا جدا، معاهم مين؟ المقاولين برضه لو فكرت كده، المقاولين صارع السنه اللي فاتت والسنه دي، كابتن شاوي طبعا عامل شغل قوي جدا، بس برضه هتلاقي مجموعه ناشئين طالعه. المقاولين العرب بتاريخه الطويل والعريض يبقى مهدد احنا بقى لنا ثلاث سنين. انا فاهم، انا بتكلم على كده يعني ليه؟ ايه اللي الكوره دلوقتي فلوس، اعرف اجيب لعيب، الفلوس بتجيب كواليتي معين، بتجيب كواليتي، هي اللي بتحطك في مكان ما في الدوري الممتاز. يعني سيراميكا شوف جاب الصفقات اللي جابها، ايبوكا بكام، احمد ياسر ريان بكام، ده ليه؟ عشان ايه؟ ابقى في المركز الرابع، مش هو عشان انافس على الدوري المصري. المصري مستر كاميرا ابو علي وعامل فرقه، صرف قد ايه عشان يبقى برضه مش بيفكر عشان ياخد الدوري، عشان المركز الرابع. بس اكيد عندهم طموح ان مش الموسم ده، اللي بعده او اللي بعده، اكيد، بس لازم اكمل ده مشروع، ده لازم اكمل، بعمل بدايه فرقه وابدا ادعم سنه ورا سنه، بس بتحتاج وقت قد ايه؟ طبعا انا بتكلم ده اربع فرق، حرس، داخليه، اسوان، مقاولين، ده اربعه، تخش معاهم المحله مع ان المحله اول الدوري دلوقتي، المحله لسه برضه هيعاني كتير جدا. فالخمس فرق دول ثلاثه منهم هينزلوا. افتكر معايا الكلام ده، وهنيجي نتكلم على اخر الموسم هتقولي كلامك مظبوط. لا عندنا الشك يعني كابتن. والصراع طبعا على المركز الاول بين النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز، ده طبيعي. ما بيتغيرش اللانك ده، ما الامكانيات، اللعيبه هي اللي بتحط النادي في مكانه. صح صح، هي دي. صح طبعا، غير كده الجماهيريه. يعني النادي الاهلي، نادي الزمالك، الجماهيريه بتحطهم في حته معينه. بيراميدز الصفقات هي اللي بتحطهم. هو امتى بيراميدز ممكن؟ اصل هقول لك على حاجه، بيراميدز صعب يبقى ليه جمهور، ليه؟ لان هو معظم لعيبته مينلي اهلي، وبرده منهم زمالك وشويه، فما فيش حد هيسيب الفرق دي ويروح يشجع بيراميدز. يعني فرقه البطوله
فرقه البطوله لعيبه كويسه ولازم جمهور. ليه؟ بيراميدز بالنسبه له اللعيبه بتلعب ما عندهاش ضغط جمهور، يكسب اوكي يتغلب يخسر عادي اوكي جدا. عادي جدا. لكن لعيب النادي الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد طبعا عارف انه لو اتغلب لا في جمهور لو شافه في الشارع. يعني يعني اللاعب اللي بيلعب في فريق، انا مش بتكلم على بيراميدز، بتكلم من حيث المبدا، لما اكون انا بلعب وانا لاعب كبير وتقيل وليا ثقلي وليا تاريخي و و و وبلعب في نادي جمهور لس ولا محدش بيشوفني مش فاهم معايا، طب ودي حاجه، دي حاجه يعني بتقلل من مستوى اللاعب اكيد. لا هي ينتج عنها تراخي يعني. اختياري انا، اختياري بقى انا، انا اللي بختار انا بقى عقليتي واصله لايه. ما تاخدش كل واحد بتفكيرك انت، كل واحد عنده دماغ مريحاه زي ما بيقولوا، عنده دماغ مريحاه وبيختار اختياراته ومستقبله على حسب دماغه هو. انت ممكن انت مستغرب هو ازاي ياخد القرار ده، لان هو مش دماغك، هو من دماغه بيحسبها حسابات تانية خالص، كل واحد بيحسبها بحساباته. لكن بيراميدز هيفضل كده على طول، بيراميدز بيحاول ويوصل وتيجي في اوقات معينه ما بيكملش. عارف لو بقى عنده جمهور طبعا، عارف لو جمهوره لو اتغلب هيشتمه طبعًا. لو جمهور لو مشي بالشارع هيزعق له زي الجماهير اللي هي الاتحاد والاسماعيلي والمصري والنادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي بيفكر 100 مره وهو اتغلب انه ينزل من الشارع، ينزل الشارع طبعًا. يقابل الناس عارف صحيح. رد فعل الناس ايه صحيح. لكن انا بتغلب ايه المشكله، ايه اللي هيحصل، ايه هروح تاني يوم التمرين وعادي جدا افكر في الماتش اللي بعده والدنيا حلوه. اه بالظبط كده زي الفل. طب هو فاضل تقريبا يعني دقيقتين حاجه زي كده على انتهاء الفقره كلها، ف ايه اللي حضرتك حابب انك تركز عليه دلوقتي كرسائل للنادي الاهلي للفتره اللي جايه؟ طبعا احنا عندنا فتره توقف ودي ممكن تكون زي ما اتكلمنا لصالحنا الى حد ما، بس ايه الرسائل اللي ممكن حضرتك دلوقتي تقولها للفتره اللي جايه بقى والموسم اللي احنا بادينه بشكل حلو جدا الحمد لله؟ طبعا النادي الاهلي زي ما بنقول بيخلص بطوله، دي ضريبه لعيبه النادي الاهلي، بيخلص بطوله ويحتفل بس عنده احتفال لمده يوم ويومين، وعندنا على طول بنقلب الصفحه ونخش عشان عندنا حاجات تانية كتير جايه. هو اللي جاي، اللي جاي كتير قوي واللي مطلوب من اللعيبه حاجات كتيره جدا عشان تعوض الفتره اللي هقول اللي انت زعلتنا فيها. لعيب الكوره والجمهور، الجمهور ده اخوك، والدك، والدتك. شوف انت لما والدتك او اخوك او اي حد من قرايبك زعلان منك بتبقى عايز تعمل ايه عشان تصالحه؟ احنا بنطلب دلوقتي من اللعيبه تحس او حس باللي حصل الفتره اللي فاتت وتعوض. وانا كنت قلقان هنا من هنا لما قلت مش عايزين نخش مباراه الزمالك واحنا عايزين نعوض ومشكله وعايز تصالح الجمهور، كان في ضغط قوي جدا على اللعيبه الفتره اللي فاتت. طبعا لا ما كنتش هنا، كنت مع اسلام في البيت الكبير قلت كده قبل الماتش بثلاث ايام، قلت اللعيبه لو نزلت وحاطه في دماغها انك انت عايز تعوض ومحطوط تحت ضغط عصبي جامد جدا انك انت خسران بطولتين وعايز تعوض، دي مشكله كبيره جدا. الحمد لله لعبتنا كانت هاديه جدا وادت المباراه بهدوء والحمد لله وصلتنا ان احنا كسبنا مكسب واداء حلو جدا. انا بمناسبه كلام حضرتك فكرتني بحاجه، فكره هنا اطرادي جماهير الاهلي او جماهير الاهلي موضوع بالنسبه لهم بجد. احنا في كل بيت عندك اخ وعندك عيله بالظبط. كان انا قلت الكلام ده من سنه، كان عندنا واحده قريبتنا كانت بتعمل عمليه وهي لسه بتفوق من البنج بتسالنا العظيم ده قد ايه، هو كهرباء عمل ايه يا جماعه مع الفريق؟ فعلا فكده بالظبط، فاللي هو انت في ايه ولا في ايه؟ فهي كده، هي الاهلي مش نادي بشجعه وخلاص او بحبه خلاص، هو الموضوع جزء من حياتنا في حياة. يعني بالظبط. بالنسبه للجمهور انا يعني انا بشوف حاجات بستغرب، بس زي ما بقول لك كل واحد عنده عشق طبعا. في ناس عندها عشق النادي الاهلي صحيح. عايشه على النادي الاهلي، تصحى الصبح تجيب قناه الاهلي، تجيب اخبار النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، وده جزء كبير من سحر بيعمل حياته، بيعمل حياته يعني يعني تفصيله مهمه جدا دايما مرتبطه بالنادي الاهلي. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا جزيل الشكر. شكرا ليك يا كابتن احمد، نشوفك ان شاء الله، وبحب جدا حضرتك بتكون قبل مباراه مهمه او بعد نصر من مباراه ثقيله، فيا رب دايما يا رب ان شاء الله. هنروح فاصل وكريم هيرجع مع حضراتكم، هتنورنا دكتور دينا سعود وملف مختلف في ملف الصحة. أنا هروح بقى يعني مش هروح، احنا هنروح فاصل وكريم هيرجع، نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية، عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. والحقيقة عايزين نقف كده عند واقع ملموس وشفنا له 100 أمارة من قديم الأزل، فكرة أبناء مصر في الخارج. أبناء مصر في الخارج دايما بنلاقي منهم كتير جدا متألقين ومتفوقين وحديث المدينة، في كل مدينة هم مقيمين وعايشين وبيشتغلوا فيها. الكلام ده بيحصل على صعيد العلماء، على صعيد المهندسين، وبطبيعة الحال حصل كتير ولسه بيحصل ولسه هيحصل في دنيا علماء الطب
الأطباء المصريين البارزين في دول كتيرة جدا بالخارج، والخارج ده ممكن يعني يكون أمريكا، ممكن يكون إنجلترا، ممكن يكون فرنسا، ممكن يكون إيطاليا، ممكن يكون أي دولة من الدول الأوروبية. الحاجة الأكيدة إن إحنا عندنا مجموعة كبيرة من علمائنا المصريين وأطبائنا المصريين اللي فعلا هم فخر لينا وفخر لمصر بشكل عام. عايزين نلقي الضوء على التفصيلة دي، على فكرة نبوغ العلماء المصريين في الخارج، وعايزين نضرب مثال ونموذج عشان يبقى الكلام على بينة. احنا معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ الدكتور أمجد حليم، أستاذ مساعد جراحة العظام في جامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، دكتوراه في الطب من جامعة القاهرة. والحقيقة يعني خير نموذج ممكن نتكلم عنه ونلقي من خلاله الضوء على هذا الواقع وعلى هذه الحقيقة. يا دكتور صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. اهلا استاذ كريم، صباح الخير من امريكا. صباح الفل، تحياتي لحضرتك ولبرنامجك المتميز ولقناه الاهلي واستاذ المشاهدين وللنادي الاهلي العريق اللي باشرف اني عضو فيه من ايام جدي من اربعينات القرن الماضي، وما زلت عضو عامل فيه وبزوره كل اجازه ليا في مصر. عظيم، حضرتك فخور بانتمائك للنادي الاهلي واحنا فخورين بانتمائك لمصر، وكالعاده العلماء والاطباء المصريين لما بتتاح ليهم الفرصه والامكانيات كالعاده يعني بيتالقوا بالمعنى الحرفي. هل لهذا الامر دلاله معينه تحب نبتدي بيها حوارنا؟ والله يا فندم، هي زي ما حضرتك قلت مصر مليئه بالكفاءات، والكفاءات بتنور جوه وخارج مصر، وانا يعني ادي لحضرتك اكثر من مثل زملائي واساتذتي الدكاتره في داخل مصر اللي ليهم سمعه خارج مصر في كل المحافل الدوليه وفي الجامعات الدوليه. فالحمد لله ربنا مبارك في بلدنا وشعبها. جميل، ويا رب دايما ان شاء الله يا دكتور امجد. طيب انا عايز بس يعني برضو عشان يعني نوضح، ولو تسمح لنا يعني بشكل مجازي، ان احنا يعني نعتبر حضرتك نموذج من خلاله بنتكلم على فكره نجاح المصريين في الخارج، لو مشكورا بس تدينا فكره ولو نبذه مختصره عن خلفيه حضرتك. تمام. الحقيقه يمكن في حاجه حضرتك والجماهير ما تعرفوهاش، ان انا شرفت لاني كنت مدير الجهاز الطبي لقطاع كره السله في النادي الاهلي من 2005 ل 2008 مع المدير الفني العظيم كابتن اشرف توفيق، وجيل ذهبي من اللعيبه النجوم منهم كابتن هيثم السعيد المدير المتالق مع حضرتك في القناه، ونجوم كتير قوي مش عايز اغفل اسم حد منهم لانهم اخواتي، انا زميلتهم في الملاعب من ايام ما كنت بلعب باسكت في فريق نادي الجزيره قصاد الجيل ده قبل ما تبتلعني كليه الطب ومشوارها. سيرتي الذاتيه باختصار، انا كنت نايب ثم مدرس مساعد ومدرس بكليه الطب جامعه القاهره، حصلت على الدكتوراه زي ما حضرتك تفضلت قلت، وبعدين سافرت اربع سنين تدريب في امريكا، حصلت خلالها على اربع زمالات في جراحه العظام، كانت مده كل زماله منهم سنه، اول واحده كانت في جراحه القدم والكاحل، والثانيه في تغيير المفاصل للركبه والفخذ، والثالثه كانت في جراحه اطاله العظام واصلاح تشوهات الطرف السفلي. اول ثلاث سنين كانوا في جامعه كورنيل في نيويورك، والحمد لله زي ما حضرتك عارف هي من اعرف جامعات امريكا. طبعا. وختمت بزماله الطب الرياضي واصابات الملاعب في جامعه جنوب فلوريدا. بعدها زي ما حضرتك تفضلت قلت برضه عملت استاذ مساعد لجراحه العظام بجامعه اوكلاهوما، وارأس قسم البحوث الاكلينيكيه بالقسم، كما اشرف حاليا برئاسه لجنه الاطباء بالجمعيه الامريكيه لجراحه القدم والكاحل، وعضو الهيئه التعليميه اللي بيسموها الاديوكيشن كونسل الجمعيه، بجانب عضويتي في الاكاديميه الامريكيه لجراحه العظام وجمعيه امريكا الشماليه للطب الرياضي والمناظير. عظيم عظيم، بسم الله ما شاء الله، كلها انجازات يعني مشرفه الحقيقه. طيب احنا سمعنا دكتور ان حضرتك ان شاء الله في القريب العاجل هيكون ليك زياره لمصر، وصرحت وقلت ان انت كمان هتزور دار العظام، فليه تحديدا دار العظام؟ مظبوط، بس قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك ليه تحديدا دار العظام، احب بس اقول ان انا دايما متواجد في مصر، لسه كنت بحاضر في المؤتمر الدولي جراحه القدم والكاحل في كليه الطب جامعه القاهره بيتي بالمشاركه مع جمعيه جراحه القدم والكاحل المصريه في شهر سبتمبر. والزياره الجايه ان شاء الله ضمن فعاليات المؤتمر المشترك بين الجمعيه الامريكيه لجراحه القدم والكاحل مع نظريتها المصريه ضمن 11 محاضر وخبير اوروبي وامريكي. وفي كل المؤتمرات دي احنا الحمد لله بنشارك في تدريب شباب اطبائنا في مصر. لكن المره دي يعني كل مره كنت باجي كنت بحضر بنظر عينين وبعمل عمليات في بيتي الاول اللي هو الاصل عيني. المره دي فكرنا ان احنا نمد خدماتنا للقطاع الطبي الخاص زي ما حضرتك عارف للامكانيات المتوفره فيه، والوجود قطاع عريض جدا من الممرضة عايزين الخدمه الطبيه المميزه. طبعا. ودار العظام من المستشفيات الرائده متخصصه جدا في الفرع الجراحي المتخصص ده. وهو جراحه العظام، وكل المستشارين فيها من اساتذتي وزملائي في كليات الطب المختلفه.
وانا كنت حاضر نواه فكره وتشغيل المستشفى دي مع اساتذتي وزملائي من اول يوم، وشفت تطورها وزرتها وشفت امكانياتها، وده بيخليني متاكد من مستوى الخدمه الطبيه المتميز فيها اللي نقدر من خلاله نقدم خدمه تضاهي مستشفياتنا بره. جميل. طيب هل في يعني طفرات ثورات في عالم جراحه العظام حاصل في الخارج ونتعشم ان احنا يعني نشوفه حاصل عندنا في مصر قريب؟ طبعا حقيقه زي ما حضرتك تفضلت وتقول، جراحه العظام على عكس اي تخصص طبي اخر فيها طفرات بتحصل يعني يوم بعد يوم، نظرا لكل الالات الحديثه اللي بنستخدمها. فهدي حضرتك مثالين بسيطين جدا، احنا عندنا اصابات المراعج ومناظير المفاصل فيها طفره كبيره في المناظير، بالذات مفصل الفخ، في دلوقتي عمليه خياطه غضروف المفصل زي مفصل الغضروف الهلالي للركبه، وكذلك عندنا مناظير الكاحل وفيها اعاده بناء الاربطه المتمزقه بالتدخل الجراحي المحدود او اللي بنسميه المينيمالي انفيسيف سيرجري، وده بيساعد سرعه الالتئام والعوده الاسرع للملاعب. في مجال تغيير المفاصل حقيقي ثورتين حصلوا ويمكن الناس تسمع عنهم. اول حاجه الروبوت الجراحي، وده بنستخدمه في تغيير مفاصل الركبة والفخذ، وتغيير مفصل الكاحل، وده برضو من العمليات الجديده جدا اللي دخلت مجال جراحه العظام، وبنستخدم فيها تقنيه اسمها ال 3D Printed Patient Specific Instruments. جميل. والتطور الثاني، معلش انا بستعجل حضرتك، انا اسف بس ان احنا لازم نطلع يعني فاصل خلال ثواني، والحدث الاخر هو ايه؟ الحدث الاخر في تغيير مفاصل الكاحل ال 3D Printing او طباعه ثلاثيه الابعاد لالات خاصه بكل مريض، عشان نقدر نحط المفصل في المكان التشريحي الملائم ليه بالظبط. لان الوضع التشريحي المفصل بيختلف من عام للتاني بالظبط زي بصمه الايد. جميل. لا الحقيقه يعني بنتمنى اكيد التوفيق، لان اكيد يعني من مصلحه الكل ان يبقى في كل فتره والتانيه ثورات وطفرات ينتج عنها حالات شفاء، لان احنا عندنا يعني ناس كتير قوي بتعاني وخصوصا في يعني عالم العظام. انا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، نورتنا، وبتمنى لحضرتك كل توفيق، وبتمنى لك زياره مثمره لمصر ان شاء الله قريبا جدا. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع عشان نستقبل دكتوره دينا مسعود، خليكم معايا. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه الكلام عن السمنه وتحديدا السمنه المفرطه يعني لم ولن ينتهي، لان احنا بنتكلم على مشكله كبيره بيعاني منها كتير جدا من الناس، والموضوع ده ليه انعكاسات في غايه السوء على كل المستويات، على الصعيد الصحي في صوره امراض بقى زي السكر، زي هشاشه العظام، زي الكوليسترول، زي الضغط الى اخره، وكمان نفسيا، لان الشخص اللي بيعاني من السمنه المفرطه او من تجمع الدهون في اماكن معينه في الجسم اللي هي بين قوسين الكرش، يعني سواء للرجاله او للسيدات، على فكره كلام يشمل الجنسين، فده بيبقى له برضو انعكاسات سيئه جدا على الحاله المزاجيه والحاله النفسيه، وكمان ممكن يضرب في قدره البني ادم او في ثقه البني ادم في نفسه. فتعالوا نتكلم عن كيفيه النزول الامثل في الوزن بشكل صحي وبشكل امن. وطبعا الكلام عشان يحلو لازم تكون معانا فيه الدكتوره دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرز، اللي دايما الحقيقه بتعرفنا كل كبيره وصغيره متعلقه بهذا الملف. يا صباح الفل عليك يا صباح الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. ناس كتير من اصحاب الكروش بشكل خاص متضايقين جدا من هذا الامر، حتى على كمان على صعيد الشكل. ناهيكي بقى عن انعكاسات تراكم الدهون على الصحه العامه للجسم، وانت طبعا ادرى مني بهذا الامر مليون مره. فالسؤال المعتاد والتقليدي، هل في طرق امنه للتخلص من الوزن الزائد؟ طبعا في طرق امنه من التخلص في الوزن الزائد، وموضوع تمركز الدهون في منطقة الكرش فعلا بيدي انعكاسات نفسية رهيبة وانعكاسات صحية أهرب. يعني موضوع السمنة كمان مش بس مقتصر على فئة معينة، احنا بنشوف جميع الأعمار، ده احنا بقينا نشوف أطفال. دي مصيبة بالنسبة لي، دي كارثة ان طفل يكون عنده سمنة، لأن الأطفال لازم دي بذرة، فلازم نراعيها صح ونديها الأكل الصحي صح، عشان ما يحصلهاش مشاكل ليتر اون زي ما قلت يا كريم في موضوع السكر وموضوع الضغط وموضوع حتى التنفس، موضوع الصحة النفسية، موضوع هشاشة العظم، الكوليسترول. يمكن السمنة باب رئيسي لأكثر من 20 مرض. طيب ايه الطريقه الامنه ان انا اخس؟ في ناس كتير بتقول لك احنا عايزين نخس بس مش عايزين نتحرم من الاكل. ودي بتبقى معادله صعبه ان انا اعرف اخس من غير حرمان. شركه بايو ناتشرالز قدمت منتج رائع مرخص من وزاره الصحه المصريه،
وده بيديك الامان انك تاخد منتج بيخسس مرخص من وزاره الصحه المصريه، يبقى معنى كده ملوش اي اعراض جانبيه، منتج نقدر ناخده لانه عباره عن الياف. اي حد عايز يخس لازم يكتر الالياف في اكله، يقلل الملح في اكله، يكتر البروتين في اكله، ويقلل النشويات والسكريات. أوكي. ده مهم جدا، وينام كويس. يعني بتلاقي كمان مريض السمنه ما بينامش كويس، لازم ننام كويس لان النوم الثمان ساعات في اليوم ده ديتوكسيفيكيشن للجسم. طيب ازاي هنعمل ده؟ طب انا عايزه اقلل الشراهه بتاعتي واحرق الدهون. ازاي ده؟ بمنتج بيستا. بيستا منتج عباره عن الياف، مكوناته طبيعيه. من اهم الالياف اللي داخل منتج بيستا اللي تقدر تتحكم لي في معدل الشراهه بتاعتي ردة القمح وقشور السيليوم، دول مهمين جدا، وقشور والشوفان. الثلاث ألياف دول داخلين جوه بيستا زي ما أنا شايفة على الشاشة. كورس بيستا عبارة عن بيستا معاه مالتي فيتامين، لأن على طول بقول أي حد هيعمل دايت أو هينقص في وزنه لازم يعوض نقص الفيتامينات والمعادن بمالتي فيتامينز. طب أنا برشح أي مالتي فيت؟ أنا برشح ألب مالتي فيت لانه ده دخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن، واكيد كمان الشركه بتدعم جدا بالقهوه الخضراء لان بتزود جدا سرعه الحرق مع فيتامين د كمان بتطلع كادو من الشركه. تمام. فده مهم جدا جدا. عظيم. طيب الناس اللي عندها الامراض اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شويه، فكره الكوليسترول العالي، فكره الضغط المرتفع، فكره يعني في امراض بعينها اللي مش فاهم قوي زي حالاتي ممكن يعتقد انه ممكن يبقى ليه نظام خاص لما يجي يخس. الكلام ده صح ولا مش مظبوط؟ بص يا كريم، هو في بعض الامراض اكيد بتؤدي الى زياده وزن، عشان كده بقول لازم الستات اللي بتتفرج عليا تطمن على الغده الدرقيه، يعني لازم تعمل تحليل هرمونات الغده الدرقيه وتطمن ان ما عندهاش قصور في الغده الدرقيه. في بعض الادويه بتعمل على زياده وزن زي الاسترويدز، الكورتيزونات، ومنوعات الحمل. انا اسف لمقاطعتك يا دينا، بس قصور الغده الدرقيه في حاله السمنه معناها ان الغده مش شغاله كما ينبغي. بالزبط. فبالتالي الوزن بيزيد. بالزبط. مش العكس. بالظبط. وقتها انا محتاجه دكتور. أوكي. يعني وقتها محتاجه دكتور غدد صماء بيظبط لي الهرمونز بتاعتي، ده مهم قوي، وده لا يتعارض مع بيستا. يعني حد يقول لي هل بيستا بيتعارض مع اي حد من اصحاب الامراض المزمنه؟ اطلاقا كل الناس تقدر تاخده. يمكن الكونسرن بتاعي البسيط جدا، لا قدر الله لو في فشل كلوي او فشل في الكبد، لا قدر الله، دي اي حاجه بياخدوها تحت استشاره الطبيب، حتى الميه بتتشرب وقتها بمقدار. أوكي. والبروتينات اللي بناكلها بمقدار. لكن اي حد تاني، ضغط، سكر، قلب، امراض في الغدد زي قصور الغده الدرقيه، بياخدوا بيستا بكل امان. انا فاكر ان انا سالتك في مره من المرات وكان في مجمل اجابتك قلت لي ده بالعكس، ده مريض السكر بصفه خاصه هيستفيد جدا طبعًا من بيستا. ليه؟ لانه دخله كروميوم. الكروميوم بينظم لي مستوى السكر في الدم، بينظم لي هرمون الانسولين في الدم، فلازم ياخد بيستا، هيبقى كويس جدا معاه وهيبقى رائع معاه لما ياخد الكورس على بعضه، لان ألب مالتي فيت اللي بيميزه انه دخله كل فيتامين ب، كل عائله فيتامين ب. فمهم قوي المريض السكر انه يدعم جدا اعصابه، لان اكيد مريض السكر بيبقى شويه عنده التهاب في الاعصاب. اكيد العملاء بتوعكم سعداء جدا بتفصيله ان انتوا ببيستا وبالنظام اللي بتمشوا الشخص المعني عليه، مش بتحرموه من الحاجات اللي هو بيحبها. طبعا طبعا. بس انتوا بتعملوا حركه نميسه، بتقفلوا له المعده مؤقتا. يعني برضه شغل عالي اللي بيحصل بطريقه امنه. طبعا. يعني بيستا بالذات بيقدر يحجم حجم المعده، لان الالياف اللي فيه مهم قوي، ان بيستا بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه. تمام. بتبتدي الالياف تاخد الميه وتنفش في المعده. فبدل ما المعده بتبقى قد كده الحيز بيقل. بيقل. فلما باجي اكل بس ممكن بقى الحته اللي فضلانه دي املاها باللي يعجبني. املاها باللي يعجبني. طبعا ممكن املاها باللي يعجبني، بس انا اكيد بفضل ان احنا نبتدي بالالياف والبروتين. وبعد كده انت عارف الجمله اللي يعجبني دي ممكن توصل لفين في الاخر بقى ما عملناش حاجه. صحيح. يعني انا برضو بحب قوي ان انا امشي نمط غذائي صحي، ده مهم عشان الحياه وعشان في ناس يا دينا طبيعه شغلها وطبيعه وقتها اللي عايشه بالكامل فيه بره البيت بيتعرضوا لاكل اللي هو انت فاهمه بقى الجانك فود والجانك فود والنوع ده من الامور.
بص يا كريم، يمكن اول ما بدات يعني اشتغل في الميديا يعني بقالي مثلا 8 9 سنين، كنت على طول مثلا لو عندي بريك اكلم الجانك فود اللي حواليا تك تك تك. ده فعلا حصل. اولا تخنت جدا جدا، ثانيا مودي كان وحش قوي. لو كنت سالتيني وقتها كنت هختار عليكي بيستا. ايوه ما كنتش لسه شغاله في شركه بايوناتشرالز، كنت شغاله في شركه اوكي. فالمهم بعد كده بقيت انا اعمل اللانش بوكس بتاعي، احط فيه الحاجات المفيده بدل ما انا ابتدي اجوع وادور على اي حاجه اسد بيها شبعي. انا بسد شبعي باللانش بوكس بتاعي اللي فيه بروتين وفيه الياف. الحياه عندي اتبدلت بجد، الحياه اتبدلت فعلا. فكره اللانش بوكس وفكره ان انت تحطي حاجات مفيده وايتمز معينه فيها مش عارف مينرالز ايه ومعادن ايه وحاجات زي كده، دايما مرتبطه ذهنيا عند ناس كتير بفكره ان ده اكل ما يشبعش. طيب دي فكره خاطئه قوي. اللي معتمد في اكله على السكريات والكاربس بيجوع بعديها بساعتين، اللي معتمد على اكله في البروتين والالياف بيجوع بعديها بساعتين. يعني اللي معاه مثلا لانش بوكس وبياكل منها حاجات معينه بين وجبتين رئيسيتين وحاطط مثلا كام جزرايه على كام خيارايه، النوع ده من الامور دي الياف دي هتشبعه على فكره. ده ناس كتير برضو مش فاهمة الحتة دي. لما بيجي أكل كتير الكربوهيدرات بعديها بساعتين ليه بجوع؟ لأن لما باكل كربوهيدرات نسبة السكر عندي بتعلى في الدم. فالإنسولين بيروح عالي قوي عشان يحرق لي السكر، فبيحصل هبوط في السكر فلازم أكل. ده ما بيحصلش مع البروتينات والألياف خالص. لأن هي بتشبع على طول. بتشبع بالظبط. طيب حد يقول لي طيب يا دكتورة دينا لو عايزين نبتدي بقى ناخد كورس بيستا هناخده إزاي؟ هناخد كم ساشت في اليوم؟ الحقيقه اللي احسن مني يقدر يحدد الكميه اللي بتتاخد الاخصائيين العلاجيين اللي موجودين في شركه باي ناتشرالز. طبعا الشركه حاطه ظاهره الارقام على الشاشه، ودي حاجه حلوه قوي ان الاخصائيين العلاجيين بيتابعوا الحاله كل اسبوع. يعني هم اللي بيردوا على مكالمات العملاء بالظبط، بيتابعوا الحاله كل اسبوع. وده مهم قوي ان انا اتابع مريض السمنه متابعه حتى اقدر اشجعه. وده خلي بالك الحافز والتشجيع بيديله ثقه في نفسه اكتر، ان هو لما بيجي اول اسبوع انا ما اقدرش اقول كل واحد، هي ما بتبقاش استنبا يعني. كل واحد ليه، نشوف سرعه الحرق بتاعته، نشوف البادي ماس اندكس، كل واحد مختلف. اقل حاجه من بيخسها في الاسبوع يعني ممكن يبقى 2 3 كيلو مثلا اقل حاجه، لكن في يعني هي بتتفاوت بين بني ادم والسن والراجل غير الست. الراجل بيخس اسرع شويه من الست لان الكتله العضليه عنده. لكن غير المتخصصين اللي بيردوا تليفونيا على مكالمات العملاء او المتصلين، انتوا كمان اعتقد عندكم اكتر من صفحه على السوشيال ميديا. عندنا بايوبيستا على السوشيال ميديا، بنقدر برضو نتواصل ونطلب الكورس. واكيد على فكره هي بيستا او الب مالتي فيت هم موجودين في الصيدليات، سواء بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه، سواء الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء. لكن المتابعه بتبقى صعبه وقتها، فازاي نقدر اخد الكورس واتابع؟ عن طريق شركه بايو ناتشرالز اللي ارقامها ظاهره. انت بحكم وجودك في بايو ناتشرالز وبحكم اطلاعك على الصفحه دي او الصفحات دي بصفه مستمره ومقابلتك مع المتخصصين اللي بيردوا على الناس، هل في يعني جمل او عبارات معينه شبه ثابته الناس بيسمعوها من معظم المتصلين؟ والله كل العملاء بلا استثناء بيشكروا في شركه بايو ناتشرالز جدا، وان هم اخذوا الكورس ما حصل لهمش اي كومبليكيشنز، ودي حاجه تهمني ان العميل يخس برضا وما حصل لهمش ان شكلهم اتغير. في ناس لما بتيجي تعمل دايت قوي وشها بيتعب قوي، الشعر كله بيقع وشاحبين ومفيش طاقه. فالجمله اللي عجبتني قوي من السادة العملاء ان احنا خاسين وحاسين عندنا صحه وعندنا طاقه. حلو. وبالعكس الباور زاد اكتر. لان انا عندي مش بس بيستا، انا عندي الب مالتي فيت اللي بيدعم لي جدا التمثيل الغذائي وبيدعمني الميتابوليزم اللي داخله فيتامين بي، وطبعا داخل الب مالتي فيت فيتامين سي مهم قوي، فيتامين سي للمناعه طبعا، ومهم لاعاده او تعزيز نسبه الحديد. فاعتقد ان شركه بايو ناتشرالز حققت نجاح كبير قوي وعرفت تحط رجليها على ارض صلبه، لان احنا بقالنا شركه بقالها فقط سنه فقط، والحقيقه منتجاتها رائعه وعن تجربه، وكل الساده العملاء مبسوطين من الستات ومن الرجاله كمان. عظيم. طيب تعالي بقى نروح لشويه اسئله من السوشيال ميديا، منهم سؤال من نسمه محمد بتقول ان عندها
33 سنة وزنها 112 كيلو وبتعاني من الضغط، فبتقول إلى أي درجة كرسي بيستا ممكن يكون مناسب ليا؟ بتعاني من الضغط وعندها 33 سنة، صغيرة جدا على الضغط، ولو وياريت تحلل السكر التراكمي بتاعها وتطمن على نفسها أنها ما عندهاش، حتى ما تبقاش بري ديابيتك أو مرحلة ما قبل السكر، ده مهم قوي. برشح لها جدا كرسي بيستا، مع طبعا مهم قوي انها تتابع مع دكتور باطنه لو هتاخد ادويه الضغط، ده مهم جدا. لكن قلب مالتي فيت او بيستا او كورس بيستا عامه لا يتعرض خالص، هتاخد يا اما ساشت واحده او اثنين ماكسيمم ثلاثه في اليوم قبل الوجبات الرئيسيه. هتقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، والاطباء هيتابعوها وهيبشروها وهيدوها الكورس المناسب لحالتها. زي الفل، جميل. طيب سؤال تاني من الاستاذ ايهاب محمود، بيقول ان هو عنده 27 سنه وزنه 85 كيلو، بيقول بس مشكلتي ان عندي الدهون متراكمه في منطقه البطن، اتصرف فيها ازاي؟ هي منطقه البطن اكتر دهون الواحد بيعاني منها، واكتر ولو حد عنده في كذا حته فيها دهون بتخس وبتيجي عند منطقه البطن دي بتاخد فتره شويه. ده كان زمان من ضمن مظاهر العز، يقول لك الكرش ده يعني كرش، ايوه متربي على غالي وحاجات زي كده. ده زمان، دلوقتي ما فيش الكلام ده. طول ما انت فلات، طول ما انت بصحه احسن يعني. فاكيد برشح له كرسي بيستا، وما فيش مانع يعني لو يتمشى شويه في اليوم كده نص ساعه ولا حاجه. ال 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 المشي مهم قوي لحاجات كتيره جدا جدا جدا، لان احنا نخس، لان نظبط مستوى السكر، نظبط مستوى الكوليسترول، نقوي عظمنا، نقوي وندعم الحاله النفسيه بتاعتنا كمان. دايما القعده والدردشه معاكي مفيده، ربنا يخليك، ودايما بنسعد بوجودك معانا في البرنامج. احنا وقتنا خلص يا دينا، وان شاء الله نشوفك على خير في الحلقات الجايه. بشكرك على وجودك النهارده معانا، جزيل الشكر. كلك ذوق، تسلم يا كريم. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. ان شاء الله ان عشنا وكان لنا عمر يتجدد لقائنا، ونشوفكم على خير بكره باذن الله. الى اللقاء.